ونس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن سار على هديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بداية وبدء في هذا اليوم الفضيل المبارك يوم الجمعة الفضيل، بداية نبدأه بالصلاة على سيدنا محمد. اليوم يوم مبارك بتزامن مع يوم الجمعة الفضيل، وكذلك مبارك زاد البركة أكثر حضور الأستاذ الدكتور هاني البنا وزيارته لجمعية طريق الحياة. لمن لا يعلم، الأستاذ الدكتور هاني البنا هو قامة من قامات العمل الإنساني، يشاد له بالبنان، وهو يعني كل الأسماء تتصغر أمام اسمه في مجال العمل الإنساني. الله يجزيه كل خير ويبارك فيه. اليوم كان لنا نصيب وشرف كبير أن يزور مؤسستنا الصغيرة بين أولاده بين إخوانه بين أحبابه. صدقا اسمك سبقك بكثير في هذه المؤسسة يا دكتور، سبق زيارتك. احنا دائما توقين انه ان نراك وان نلتقي بك وان يكون لنا معك زيارة او لقاء مع كل الموظفين لننال هذا الشرف اولا، وحتى ننهل من علمك ومن خبرتك في مجال العمل الانساني. فحللت اهلا ونزلت اهلا بين اخوانك، جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. توطئة صغيرة شيخنا بين يديك بما يخص جمعية طريق الحياة. أكيد نحن لن ننال نصيب مؤسسات مرموقة كنت على رأسها أو كان لك سهم فيها، لكن نحن نسير على خطاكم. وللعلم أحد الأساتذة المدربين موجود معنا مدة أسبوع، وعندما وضعنا إلى ماذا ممكن أن نصل أو ما هو الهدف الذي ممكن أن نصله، نريد أن نكون نموذج قريب من نموذج جمعية الإسلاميك ريليف، وأنت أستاذها ويعني مفلسف هذه المؤسسة ولك قدم صدق في هذه المؤسسة. إحنا جمعية تأسست سنة 2014. في البداية كانت بعد الحرب تأسسنا حتى ندعم الشعب الفلسطيني. وجدنا أنه هموم الأمة كبيرة ولن تقف عند الشعب الفلسطيني، ف امتد عملنا للشمال السوري أو سوريا والأردن ولبنان والشمال التركي، ومن ثم ذهبنا إلى بنغلاديش والدول الأفريقية. وبفضل الله عز وجل نحن الآن نعمل قرابة 20 دولة بفضل الله عز وجل، واليمن كذلك من الدول الأساسية التي نعمل فيها بفضل الله عز وجل. بدأنا باسم جمعية طريق الحياة، والآن جمعية طريق الحياة لها مكتب في غازي عنتاب ومكتب في قطاع غزة، وإن شاء الله في الطريق لفتح مكتب في الشمال السوري واليمن، وكذلك لها مكاتب تمويلية موجودة في بلجيكا وأستراليا، ونسعى أن نفتح مكتب في بريطانيا قريبا. أما أستراليا لنا شراكة معها ولنا ممثل في كندا. كذلك بالنسبة بعد ما لقينا أن العمل بدأ يتوسع ولقينا فلسفة العمل تختلف في الدول الأفريقية عن الوطن العربي، واحتياجاتهم ووسائل الخطاب تبعتهم تختلف عن وسائل الخطاب في العمل العربي، لكن تجمعهم الإنسانية، وحتى يعني ندعم العمل هناك بطريقة بأفضل الطرق، أنشأنا مؤسسة اسمها الحياة لأفريقيا. ومن ثم وهذه المؤسسة متخصصة فقط في العمل الأفريقي في عمل داخل أفريقيا، ومن ثم أنشأنا مؤسسة متخصصة في مجال الأيتام، وعندنا قرابة 4500 يتيم بفضل الله عز وجل من أكثر من 4 إلى 5 دول موجودين نشتغل فيهم في مجال الأيتام والأمومة والطفولة. وشكلنا ما هو مسمى داخليا باسم بلاتفورم، حياة يولو بلاتفورم، هو تجمع طريق الحياة، بيجي تحته مكتب بلجيكا وجمعية أحد أو الحياة لأفريقيا ونداء الطفل تشايلد أبيل اللي متخصصة في مجال الأيتام وطريق الحياة. والحمد لله رب العالمين بتوسع عملنا من سنة لسنة، بتوسع عملنا. وأكثر شيء حاسين عليه ومهتمين فيه بيئة العمل وموظفينا بفضل الله عز وجل. نعيش حياة أسرة، علاقة أخوية ودودة محبة بفضل الله عز وجل. وأفضل نعم الله عز وجل أن فريقنا تواق ويحب عمله ويعني ويشتغل في مجال هو يحبه ويقدم كل طاقاته ويبذل كل جهده في خدمة هذا المفهوم وهذا العمل.
الحديث طويل في هذا الموضوع، لا نريد أن نطيل عليكم ولا أريد أن أختزل الكلام بتجمع طريق الحياة. حضوركم أكبر من جمعية طريق الحياة، وبالنسبة لنا شرف كبير. لذلك نترك المجال لكم حتى ننهل من علمكم وخبرتكم في مجال العمل الإنساني، وكلامكم سيكون لنا نبراس للسنوات القادمة إن شاء الله رب العالمين نستنير فيه، ويكون لنا خطى أو تقدم ونقاط انتقال جيد في العمل الإنساني بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وشرفتمونا مرة أخرى بين أبنائك بين إخوانك في العمل الإنساني. حللت أهلا ونزلت سهلا، وبارك الله فيك. شكرا. الله أكبر. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا إن أنا جيت النهاردة عندكم. طبعا النهاردة جمعة، عيد بالنسبة لنا كلنا، العيد الثاني بالنسبة لي إن أنا أراكم، وكذلك العيد الثالث بالنسبة لي إن أنا أرى متوسط أعماركم شبابي، ما هوش كهولي، وده شيء بيبشر بالخير وشيء بيبشر باستمرارية العمل لقرون فيما بعد، ليس فقط لسنوات أو لعقود. فشكرا لإبراز الدور الشبابي، وشكرا لمشاركة الأخوات كذلك معنا، وإن شاء الله عايزين نسبة وجودهم تزداد شوية إن شاء الله. لكن الشيء الوحيد اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة، ما فيش حد فينا بدأ مبدع، ما فيش حد فينا بدأ عالم، ما فيش حد فينا بدأ عارف أبدا. كلنا بدأنا بدايات صغيرة جدا بخطوات قليلة لكن مستمرة. إن حافظت على استمرار خطوك ستستطيع أن تصل، إن حافظت على استمرار تحصيلك العلم ستصبح عالم، وهكذا. الاستمرارية معناها معرفية، معناها القدرة على إحداث تغير مجتمعي. بدون معرفة وبدون استمرار وبدون تجربة وبدون خبرة لن نستطيع نغير مجتمع الإنسان. سعادته في أن الأمة العربية عامة بأبنائها كلها مرت بكبوات كثيرة وما زالت تمر بهذه الكبوات، لكن اللي احنا بنراه اليوم سواء كان في تركيا أو في أماكن أخرى هو نهوض شباب هذه الأمة مرة أخرى عشان يعملوا عمل مؤسسي. العمل الفردي مجاله انتهى من زمان، انتهى من زمان خلاص. ما عندناش عنترة بن شداد ولا هرقل ولا كذا ولا كذا، عندنا حاجة اسمها مؤسسة. وإن أردنا أن نبني لابد أن نؤسس، وإن أردنا أن نؤسس لابد أن نبني مؤسسات لوضع الأساس، ومؤسسات للمحافظة على أساس المؤسسة ثم على مسيرة المؤسسة. الشيء اللي كان بيحصل في الماضي لا يستطيع أن نكرره مرة أخرى. الأفراد اللي هم الخارقين في الذهن وفي الفكر راح الجيل بتاعهم. كلنا لابد علينا أن نبدأ بأداة بسيطة 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 بسيطة. لما سئلت وأنا بأكل الغداء معاكم اليوم، البداية كانت أبسط ما يكون، دون معرفة لكن بالرغبة والإصرار على عمل شيء، الرغبة والإصرار على عمل شيء. ما كناش نعرف معنى إيه كلمة إغاثة، ما كناش نعرف معنى إيه كلمة تطوع، ما كناش عندنا شخصيات مرموقة من المشايخ أو المليونيرات أو رجال الأعمال أو السياسيين أبدا. كنا كلنا زميلي وأنا، زميلي كان أصلا فلسطيني زيك بس كان متجنس بالجنسية العراقية، وأنا كنا بندرس في الجامعة مع بعض، هو بدرس دكتوراه في الكيمياء وأنا بدرس دكتوراه في الطب. بدأنا بلا شيء ثم أصبحنا قادرين على فعل شيء أو أشياء، ليس لأن ليس عندك إمكانية وجود الأشياء معك
أنك غير قادر على صناعة الأشياء في ذهنك وفي علمك وفي تركيبتك الخلقية. ربنا وضع في كل واحد فينا سمعة في كل واحد فينا القدرة على الإبداع، القدرة على الابتكار، القدرة على التعلم، القدرة على التغيير، لكن لا نكتشف الكنوز الدفينة التي بداخلنا. دائما أنا أكرر الآية والحوار الذي حدث بين الله سبحانه وتعالى والملائكة حينما خلق آدم، قال إني جعلهم في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقول، قال إني أعلم ما أعلمه، إن أعلمه إيه؟ أعلمه إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. هنا بقى يا حبيب قلبي الأسماء دي هي أسماء علوم إقامة الحياة على الأرض، سواء كانت اقتصاد أو سياسة أو تجارة أو زراعة أو مياه أو فضاء أو جيولوجيا إلى آخره، كلها وضعها في ذهن آدم، ثم أتت لكل ابن وبنت من أبناء آدم. كل هذه الأسماء عندك، عندك لابد أن تكتشفيها، عندك لابد أن تكتشفها، وهي خبيئة ودفينة زي الذهب اللي في أعماق الأرض وزي اللؤلؤ اللي في أعماق البحار والمحيطات، إن لم نكتشفه لن نستطيع أن نحصل على الفائدة منه. كل هذه العلوم لابد علينا أن نكتشفها، فلذلك حاليا لابد علينا أن نكتشف ما بأنفسنا من كنوز، نكتشف ما بأنفسنا من كنوز لكي نستطيع أن نغير من خلال هذه الكنوز العالم كله. سبقنا لهذا الأمر ونحن أمة القرآن وأمة المنهج، المنهج الوحيد القويم الذي يستطيع أن يصلح البشرية ويصلح العالم ويبني حياة سعيدة اللي هو القرآن. ما بنبحث لا في كنوز القرآن ولا في أفئدتنا عن الكنوز الدفيئة الخبيئة في أبداننا، ده نمرة واحد. الحل داخلك، الحل بداخلنا، الحل بداخلنا، أو تجيبوا حل مستورد. حذاري أن تعتمد على حل يمنحه لك آخر. الحل في أرضك، الحل في فكرك، الحل في ثقافتك، الحل في قيمك، الحل في عقيدتك، الحل في إيمانك، وأنت وأنت صانعت هذه الحلول. قد نستفيد من تجارب الآخرين زي ما حصل عند رواندا بعد المذبحة اللي أخذت حوالي مليون من 93 ل 95 خرجوا يبدأوا من صفر مرة أخرى، واستطاعوا أن يكونوا حاليا من أقوى الاقتصادات النامية في أفريقيا وعندهم الأمر الصناعي بتاعه، وغيروا اللغة بتاعتهم من لغة فرنسوية إلى اللغة الإنجليزية، ومنعوا الحديث عن المجازر، أصبح في القانون، أصبح في الدستور، مش تعالى بقى نختص من بعض، ما فيش حاجة اسمها نختص من بعض، منعوا الحديث عن المجزرة، ومنعوا استعمال أسماء القبائل اللي دخلت في المجزرة، ومنعوا الأطفال إنهم يربوا شعورهم بطريقة القبائل، لأن كل شعر طفل بيعبر عن ثقافة القبيلة، فكل الأطفال كانوا حلقين على الزيرو لأنهم عرفوا إزاي يجدوا الحل المحلي. لم يأتونا بحل من أوروبا أو حل من أمريكا أو حل من المنطقة العربية أبدا، الحل محلي. مفيش طفل يكون مربي شعره، مفيش حد يتكلم عن أسماء القبائل، مفيش حد يتكلم عن مجزرة وأصبحت جريمة ما يتحدث عن مجازر التي حدثت من 92 ل 95 يعتبر جريمة في الدستور الرواندي. فالحل فين؟ الحل على أرضنا، احنا نستطيع أن نقيم مثل هذه الحلول. مشكلتنا في إيه؟ إن احنا بنسعى لمال المانح، ما في مال، ما في مال، أقولها ثالثة، ما في مال يمنح لك أو لك إلا ومعه ثقافة.
ومعه قيم ومعه أخلاق ومعه عقيدة ومعه فكر يفرض عليك شئنا ما بين. فاستقلالية المؤسسة تأتي من حريتها في تنوع مصادر الدخل لها. استقلالية المؤسسة تأتي في استقلاليتها بتنوع مصادر الدخل لها، فعلينا أن ننوع مصادر الدخل شئنا أم أبينا. إن أردنا أن نأخذ قرار سياسي مستقل، فعلينا أن ننوع مصادر الدخل. نحن من تجربتنا في 40 سنة اللي فاتت بدأنا بفكرتين ثلاثة. أول 5 سنين يا شباب كلكم كان إن إحنا بنمشي على رجلينا في كل حارة وكل زنجة وكل عطفة وكل دكانة في بريطانيا. 5 سنين اوعوا تفتكروا ان انتوا هتأسسوا جمعية النهاردة بكرة هتبقى شجرة. ابدا ابدا الشجرة ما هتطلع في يوم واحد. الاخت لما بتحمل ابنها بيتنزل مع 9 اشهر صح، وبعدين ما يخش ابتدائي وحضانة واعدادي وثانوي وجامعة بين استاذ او مهندس او الى اخره. فلذلك التدرج في العمل مهم جدا، ومعرفة ان لا يوجد عمل عفوي ينمو بين عشية وضحاها. فأول 5 سنين كنا بنجري في الشوارع علشان ننشر الكلمة بتاعت الرسالة بتاعتنا احنا. دي نمرة واحد. بعد 5 سنين الأولى استطعنا ان نضع رؤية. يعني ايه؟ قلنا لابد يكون لنا مكاتب في كل أوروبا وأمريكا. علشان ما كناش نفهم كلمة تنوع الدخل، بس كنا بنعتبر ان دي حماية. فعلا فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إلى آخره إلى آخره، عشان يكون لك دخل وفي نفس الوقت يتوازن مع أماكن الإنفاق اللي في آسيا وأفريقيا إلى آخره. ثم فكرنا في أن ندخل في مطبخ صناعة القرار السياسي الإنساني. مطبخ صناعة القرار السياسي الإنساني في عام 1993، بمعنى نخش الأمم المتحدة ونحصل على العضوية وإحنا لسه ما كناش 5 أو 6 سنين من التسجيل. وفعلا دخلنا المصنع هذا أو دخلنا المطبخ هذا في 29 مارس عام 1993. وهكذا يعني إن بدأنا بدون رؤية فعلينا أن نكون رؤية، ولكن علينا ألا نتخلى عن رسالة البداية وقيم البداية وأخلاقيات البداية اللي هتمشي معنا إلى أن نصل برسالتنا إلى أبعد الحدود. ما كنا نحلم ربك في علمنا احنا إن في يوم من الأيام هيكون في مكاتب في أستراليا وفي إندونيسيا وفي ماليزيا إلى آخره إلى آخره، لكن حدث هذا لأنك دخلت بالرجل الصح بالخطوة الصح في الطريق الصح في الزمن الصح بالناس الصح. اوعى تخش برجل غلط، خطوة غلط. اوعى تخش بفكرة غلط. اوعى تستعمل افراد غلط، افراد شمال زي ما احنا بنقول. ما تستعملش افراد الشمال، ادعو لهم ربنا يكرمهم، لكن اعرف ان اول خطوة هي الدالة على نهاية الطريق. فعلينا أن نبدأ أول خطوة ونعرف كيف تصل بنا إلى نهاية الطريق، ويسلم كل منا الراية لمن بعده، ويسلم كل منا الراية لمن بعده. لا خلود لا في رئاسات ولا في إدارات ولا في أي شيء، الخلود لله وحده سبحانه وتعالى. لكن علينا ونحن في السلطة ونحن في القيادة أن نصنع قيادات شبابية معنا، ندربها نحن ونحن في مكان السلطة، سواء كانت قيادات شبابية من الأخوات النساء أو من الشباب. لابد أصبح فرض عين على كل مدير وعلى كل رئيس وعلى كل رئيس مجلس إدارة أن يضع هذا نصب عينيه، لا مخلد منا أبدا. المؤسسة الوحيدة
حاليا بتعتز بنفسها زي ما انت حضرتك قلت، الكونسلتنت اللي انت جبته اللي ما زال منها 6 رؤساء تنفيذيين موجودين احياء، وكلهم متكاملين مع بعضهم بيحبوا بعض. كنت انا نمرة 1، هارون نمرة 2 وما زال يعني يعمل يعني بس خرج يعني من اغاسي وصار مكان غيره، صالح سعيد، محمد عشماوي، نصر الدين حاج حامد، وحاليا وسيم احمد. مسيرة 40 سنة لم يقودها شخص واحد فقط. هقولها تاني، مسيرة 40 سنة لم يقودها شخص واحد فقط، بل سلمت الراية من شخص لآخر، وما زال كل هؤلاء الأشخاص أحياء يعملون ومنتجين. صالح مدير أكبر مؤسسة للعمل الخيري الإنساني في بريطانيا اللي هي بنسميها DEC Disaster Emergency Committee. هارون بيشتغل في أكبر مؤسسات الرقابية في إيطاليا. محمد عشماوي أصبح دلوقتي CEO بتاع Human Appeal في العالم كله. نصر الدين حاج حامد أصبح كونسلتنت معرفي. خبرة نصر الدين حاج حامد لا توجد عند أحد في أي مؤسسة أخرى. أنا أتحدى كلكم جميعا أو فرادة أن نأتي بشخص بخبرة نصر الدين حاج حامد. بدأ في IT ثم أتانا للسبورت ديفيجن، ثم انتقل من السبورت للفندريزنج والبروجرام، وبعدين شركة الملابس، وبعدين بعد كده هو الهاد اللي هي التدريب والتريننج والحاجات دي. وهو قارئ نهم من أصل أريتري أفريقي، وجاء بريطانيا أو جاء لاجئ من أريتريا، لكن أصبح دلوقتي رقم. أنا عايزك أنت تبقى رقم. تعال أنت وأبو مسمن بنت الحياة، بقول لها بامبي تعال أنت، مش أنت الحياة أنت تركي وأنا تركي. الحياة بقول لها بامبي أنا جنبك وأنت جنبي. أنا عايز أعمل، أنا ما أعرفش أنك أنت تركي. We were together in conference in Yemen. Oh, كنا مع بعض في يمن. I didn't know that you are Turkish. Yeah. Okay. But I want him to become a leader. If I want him or I want you or you or you, I make you a leader. صناعة القيادة ليست كلام، إنما هي أداء وإيمان ومسيرة وصبر وعناء وشقاء ثم انتاج. فلذلك ما بعرفش نقول الكلمة مرتين. انا ام كلثوم انا ولا ايه؟ وده عبد الحليم حافظ ده ظلموه، بيقول لك ظلموه، هتلاقيه بقى في الفيديو. يا بتوع الفيديو الحق عايزين نعد، انا مش ام كلثوم ولا عبد الوهاب ولا كاظم الساهر ولا ساهر الكاظم، مش اسمه ساهر الكاظم؟ او ساهر الكاظم مش كده؟ فلذلك وصناعة القادة توفيق ونية وإخلاص وعلم ومعرفة وخبرة ومعايشة ونقل خبرات وتواضع وخفض الجناح. لابد أن تكون كتابا مفتوحا، شفافيتك عالية مع أهلك، مع جيرانك، مع أحبابك، وأن يغفر لك لأنك أكثر الناس عملا وأكثر الناس إخلاصا. القائد مش ابن فلان أو بنت فلانة، القائد هو من يتواضع للمجتمع لكي يرفع المجتمع على كتفيه. هذه القيادة، أن تحني ظهرك للمجتمع كما كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجد يقول أمتي أمتي، ويتحدث فقط عن قريش، ويتحدث فقط عن مكة، يتحدث عن العالم كله أمتي 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 أمتي. فهو أحنى ظهره لأمته كي تنهض بأنفسها وينهض الله بها سبحانه وتعالى. هذا هو القائد. القائد مش كتاب قرناه أو درجة علمية خدناها أو محاضرة قلناها. القائد هو إنتاج معرفي لأداء مجتمعي، انتاج معرفي لاداء مجتمع. تقول لي بقول الكلام ده ازاي؟ اقول لك ما اعرفش.
خدت بالك؟ الانتاج المعرفي يجي نتيجة الأداء من أجل إقامة المجتمعات، من أجل المحافظة على كينونة المجتمعات، من أجل المحافظة على تماسك المجتمعات. حذاري، أنا كنت بقرأ يعني من حاجة اللي بتيجي في الريلز دي، لما المغول دخلوا مش عارف أوزبكستان أو كازاخستان، ها؟ بغداد. لا قبل بغداد. بغداد. كان المسلمين كلهم متحدين، فما قدروش يخشوا. فمش عارف كان هولاكو ساعتها أو جنكيز خان واحد منهم جاب بعض القادة. تعرف قال إيه؟ قال اللي هيتبعكم مننا هنأمنه ونديله إيه الأمان وهو اللي هيحكم. فانقسموا نصين. خلاص؟ انقسموا نصين. نص رفض يستسلم ونص استسلم لأقوال إما كان هولاكو أو جنكيز خان. لا لا تفكر. ولما انقسموا بدأوا مين؟ بدأوا يحاربوا في بعض. اللي عايز يكمل في المقاومة ضد اللي هي عايزة. فانقسمت الأمة فاحتلوها المغول. ودورنا احنا في المجتمع أن نحافظ على الترابط المجتمعي من أسفل إلى أعلى، من خلال بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية تستطيع أن تشد كل ثغرة في المجتمع، تستطيع أن تسد كل ثغرة في المجتمع. كل جمعية من الجمعيات التي تنشأ هي رباط مجتمعي يحافظ على وجودها المرابطون الذين يحافظون على كينونتها وكينونة المجتمع سواء. أنت لك كينونة كمجتمع وكينونة كجمعية، فنحافظ على الاثنين مع بعض. حذاري أن تحافظ على كينونة مجتمع جمعيتك وتنسى كينونة المجتمع. المجتمع هو الأصل، المجتمع مالك للجمعية، الفقير صاحب الجمعية، الفقير صاحب المال، الأرملة واليتيم والمسكين أصحاب الجمعية شئنا ما بينا. لا تستعلي عليهم بلبس أو بمنظر أو بكلمة، لأنهم يدفعون لك الراتب وهم يعيشون في الخيام، يدفعون لك الرواتب والبدلات وهم يعيشون في الخيام، وهم يغتصبون كنساء وأطفال ورجال في السجون. لكن من الذي يدفع المرواتب لنا؟ هم هؤلاء أبناء الشوارع وأبناء الملاجئ وأبناء النزوح وأبناء المعتقلات وأبناء التشرد وأبناء المجتمع المجاعات. من يدفع لنا الأموال من اليمن؟ أبناء اليمن وأبناء سوريا وأبناء الصومال وأبناء أوغندا وأبناء نيجيريا أبناء النيجر وأبناء كل شعب فقير هو الذي يدفع لي أنا كرئيس مجلس إدارة مراتبي ووسائل الحياة التي ستستطيع أن تسعدني وتسعد أولادي. فلا نقلب الهرم عن الناحية الأخرى، لابد أن ندرك أن صاحب المؤسسة من هو يا بنتي؟ لا، صاحب الحق اللي هو الفقير. حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن تستعلي عليهم بعلم أو بجاه أو بسلطان أو بمنظر أو بأي شيء، لأن هم الأصل ونحن خدم الله، فنحن أجراء لدى الفقراء، نحن أجراء لدى الفقراء، نحن أجراء لدى الفقراء. حذاري أن تذهب لمخيمات غزة في جباليا وتاني اللي في غزة وخان يونس ودير بلح والحاجات دي كلها وتبصرهم بص كده. أبدا أبدا أنت أقل منهم أمام الله سبحانه وتعالى أمام المجتمعات، وأنا أقل منهم أمام الله أمام المجتمعات. ده هو ده، لكي نعرف ما قيمة العمل الإنساني وما قيمة العمل المجتمعي. وهم أشد صبرا منا وأجلد منا وعندهم رؤى. أنا لما ذهبت لغزة أكثر من مرة وجدت أن نضوج الشباب الصغير يتعدى نضوج الرجال في سن 30 و40، لأنهم يعيشون المعاناة ليل نهار، فيتحدثون وكأنهم رجال يقفون ولا يخشون الموت. وهكذا في كل مكان أصيب فيه المجتمع
يخرج رجالا لا نعرف كيف خرجوا، ولكن الله ينبتهم نبتا سليما صحيحا قويا. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، ثم الكلمة الطيبة هي العمل الصالح، ثم الكلمة الطيبة هي أنت وأنت في العمل الصالح اللي بنقوم به. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري أن نزرع كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ليس لها من قرار. حذاري أن يكون زرعنا شجرة خبيثة، حذاري أن يكون زرعنا شجرة خبيثة، حذاري أن يكون زرعنا شجرة خبيثة. مسيرة العمل الإنساني والاجتماعي هي مسيرة تبدأ بك وتنتهي بأجيال من بعدك إن أخلصت النية، إن أخلصت النية وتبدأ بك وتنتهي في أجيال من بعدك، أو لا تنتهي بل تظل مسيرة إلى أبد الدهر، وهي جزء من مسيرة الرسالات والأنبياء والمصلحين والصالحين والعلماء إلى آخره إلى آخره. هي جزء من مسيرة، فأنت ما أنت وأنا ما أنا إلا جزء أو نقطة في صورة هذه المسيرة، جزء أو نقطة في هذه المسيرة، في الصورة، في الصورة، الصورة فيها مليون أو عشر مليون دوت. أنا دوت، أنا نقطة، مش أنا الصورة. حتى لو كنت أنا المؤسس، حتى لو كنت أنا المبدع، حتى لو كنت أنا المبتدئ، أنا نقطة، فقط نقطة تتجمع حولك كل النقاط إن أخلصت النية، أو تتفرق من حولك كل النقاط إن لم تخلص النية. إن أخلصنا النية فتتحول هذه النقطة إلى صورة جميلة زاهية يشارك في بنائها المجتمع أو رسمها المجتمع، أو صورة ليس لها وجود إن يتحول حولها أي أحد منا. دي مقدمة، مقدمة لحبي لكم. أنا هقولك كلمة حلوة كده، كلمة حلوة كلمتين، ما تتكلمها يا جدع أنت أهو. لا باللحن يا حبيبي، قولها تاني. كلمة حلوة كلمتين، يا سلام على صوتك يا عبد الوهاب. وده شعبان عبد الرحيم يا شعبولة. تعرف أنا كنت بسلم عليكم ليه؟ وما عرفتش أسلم عليكم أنتم، لأنكم محرمات عليا. ليه كنت بسلم عليكم؟ ها؟ حد يجاوب كده؟ بقول لكم إيه؟ تجرب الود بينا. طيب يا أخويا، طيب يا أخويا. تجرب الود بينا، طيب يا أخويا. إيه تاني؟ ها؟ بالألفة. طيب يا ستي. ها؟ ها؟ إيه؟ طيب الحسنات والسيئات. ها؟ إيه تاني؟ ها؟ جوه في جليد. علشان اخذ منكم طاقه ايجابيه كان نيتي ان انا بسلم على كل واحد فيكم اسحب منه حبه طاقه. هات يا ابني حبه طاقه يا ابني. وهات طاقه زياده. الله. خدت بالك؟ فكنت بسلم عليكم حركات، انا جاي هنا عشان اخذ مش عشان ادي. فالسلام عليكم طاقه، النظرة فيها طاقة. لما لذلك بسمته كف وجه أخيك صدقة، وهي طاقة. لما تلاقي واحد بيبص لك نظرة وحشة كده تبقى يعني مش عارف إيه، لكن لما تلاقي واحد بيبتسم لك وبيرحب بيك بيعطيك طاقة إيجابية. فأنا أخذت منكم الطاقة اللي أعطتني الطاقة اللي جعلت الطاقة تخرج الطاقة اللي كلمت الكلام ده كله من الطاقة. عرفت حاجة؟ انا مش عارف انا قلت ايه. طيب انا مش هطول الكلام عندكم، لكن هسيب الكلام مفتوح ليكم عشان كل اسئله اللي انتوا عايزين تسالوها اسالوها. اسال اي سؤال محرج ما عنديش مشكله، اسال اي سؤال خاص ما عنديش مشكله، اسال اي سؤال تعتقد انه سؤال يعني استغفر الله العظيم من غبي ما عنديش مشكله، لان احنا صناع الغباء كذلك. تفضل. يلا مش عيب. تفضلوا. طب يا اخوانا بدنا نبدا اسئله. اسئله يا شباب يلا.
كنت بتتوضى ولا بدك لا انا كده ما اخذ طاقه بقى تمام بدناش نخلص الطاقه عند الدكتور فكل واحد لا ده انا كل ما بتكلم باخذ طاقه ثانيه تمام حلع لك الجاكيت دلوقتي الله يجزيكم خير تفضل ما هي أهمية تعرف على نفسك من ثم كل واحد يحكي يسأل يعرف على نفسه مكانه في المؤسسة ومن ثم يسأل السؤال اسمي علي عبد الغني الطيب أنا مستشار المدير العام لجامعة الطريق الحية بسم الله ما شاء الله ما هي أهمية المتطوعين العاملين في المنظمات الغير الحكومية كيف يجب أن تتم إدارة المتطوعين طيب المتطوع هو جزء من المستقبل المتطوع هو جزء او هي جزء من المستقبل لابد ان نستثمر فيه رجل شابا او شابة لكي يصبح في المستقبل قائد لهذه الجمعية لابد يكون عندنا برامج لاستيعاب المتطوعين ويشرف على هذه البرامج ليس من نسميه مجرد أوفيسر في المؤسسة ولكن من الرئيس الكبير للمؤسسين لكي يعتبروهم انهم اعلى قيمة استثمارية للمؤسسة المتطوع هو اعلى قيمة عائد استثماري للمؤسسة ان احسننا الاستفادة منه وان احسننا تربيته والذي يربي المتطوع ها المؤسس والمدراء الكبار وهنا زي ما انا اتكلمت قبل كده هو لابد علينا ان نحدث في الوصف الوظيفي فقرة نقول فيها لكل مدير عليك ان تربي مجموعة من الشباب معك وانت في ادارتك العليا لابد لكي يخرج هذا الشباب فيما بعد كقادة للمؤسسة او لمؤسسات اخرى فالمتطوع مهم جدا 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 وان اردنا أن ننشئ إدارة المتطوعين والتطوع فعلينا أن نقيم عليها ناس ذو خبرة وليس مجرد موظفين. تفضل تفضل. اسمي شمس الدين شويكات. أها. أعمل في قسم المشاريع الخاص بإدارة الحياة. بسم الله ما شاء الله. أخونا دولي من تركيا وأخونا شمس من الجزائر. لبس لبس. كله يعني نعرف هذا المصطلح لبس لبس حتى جماعتنا يعني حضروا المصطلح طيب صارين حتى الاتراك يتكلمون يقولوا لبس 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 لا انت بقى لبس لبس هل يمكن ان نطرح هذا السؤال باللغه الانجليزيه اذا انت عجمي؟ لا انا بصدد بحث يعني خلاص توكل على الله توكل على الله So, Mr. Ali, you are a social entrepreneur. So, how did social entrepreneurship help Islamic Relief to achieve their humanitarian objectives? أنا شخصياً ما أعرفش يعني إيه كلمة social entrepreneur. لكن أعرف كيف أبدأ الطريق. كونك هتسميني بعد كده social entrepreneur or not ده عندك أنت. لكن أنا شخصياً حينما بدأنا عفويا كان عندنا ايمان اننا نساعد الناس انتوا سميتونا اسماء فيما بعد صح؟ لما طلعت على السيره الذاتيه لقيت السوشيال انتربرنور بس مش انا اللي مديها لنفسي يعني هم اعطوا بغض النظر ليه؟ لان كتير جدا من المسميات بتعطى ليك انت وانت مش عارف هي ايه واخد بالك؟ فلما تيجي تقول لي انت مين؟ هقول لك انا واحد ابن شارع مشيت في الشارع اوزع اوراق والم تبرعات كان معايا شنطه فين الشنطه فين الشنطه مش هذه الشنطه يا سهى كان عندي شنطه زي كده احط فيها الاوراق ها والم فيها الفلوس واقف على باب الجامع الم تبرعات وانا ولا فخر اول من وقف امام مسجد في بريطانيا بصندوق كرتون عشان يلم تبرعات فانا بفتخر بان انا صاحب الصندوق وصاحب الشنطه دي واخد بالك اما هتقول لي انت سوشيال انتربرينور انت حر تعمل بحث بتاعك انت حر ما عنديش مشكله بس هكذا بدانا عشان انا كتير جدا ما بعرفش اسماء الايه المصطلحات الكبيره دي بسم الله ما شاء الله العربيه لا اعمال
الفعاليات الاجتماعية. أنا يعني أنا بقول لك أنا ماشي في الشارع بجزمة وبنطلون وقميص وشنطة. ده يبقى شكل رائد ده؟ هو هذا هو الأمر أستاذ هادي، يعني أنك عملت هذا الخطوة الصندوق، يعني أنت رأيت هذا كحل للأزمة مثلاً لبعض المشاكل. فكونك لقيت هذا الحل أنت تعتبر سوشيال انتربرينور. أنت سميتني مش أنا ما أعرفش. أنا ما أعرفش. ربنا يكرمك يا شيخ. جزاكم الله خير على اللقب. ها يلا تفضل يا بنات اسالوا. يلا يا خديجه. انا ما عندي سؤال، انا بس بدي احكي انه الجلسه جدا ما شاء الله، يعني خبره كثير، كلامك كثير عفوي. حبيت اول شيء كنت تكلمت، اول شيء تحدثت فيه انه هو الانسان يبدا بعدم معرفه اي شيء وبعدين يتطور. انا بدات، انا اسمي بسان، منسقه المشاريع في افريقيا حياة. بدأت هنا من 8 شهور تقريبا، بدأت حرفيا كما حضرتك قلت من لا شيء حاليا، ولسه عندي طريق طويل لأتعرف وأتعلم أكثر. وكلامك جدا جميل، جدا بيوصف الوضع الحالي، وإنه الإنسان دائما في تعلم مستمر بفضل الخبرات الكثيرة اللي يعني بفضل مديرنا، بفضل رئاسة مجلس الإدارة. فهذا الكلام جدا مهم بالنسبه لي، فشكرا على وجودك. يعني انت بتشكريني؟ ايوه صحيح. انا ما عملتش حاجه. بشكرك على كلامك الجميل. شوفي يا بنتي يا بسان، اوعي يعني تتاخري في البدايه عشان انت متردده. اصعب خطوه هي خطوه البدايه. ان حددنا هدف وكان عندنا رؤيه، كان عندنا الشجاعة، كانت نيتنا خالصة لله سبحانه وتعالى. هنا عنصر النية مهم جدا. لما ربنا يطلع على قلبي وقلبك ويعرف انك انت مخلصة، هيضع رجلك على الطريق الصح في الوقت الصح. هتلاقي نفسك انت ماشية بالدفع الذاتي. ليس لك من الامر شيء. لان انت حددت نيتك مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. فلذلك عدم المعرفة مش عيب. الفشل يا اخوانا مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة مش عيب. ايه يعني مسقط مرة؟ انا كل سنة وانت طيب. انا سقطت. ده انا سقطت في الدكتوراه سقوط منيل. كانوا بيسموه بالانجليزي ميجور فيلير. ميجور يعني ما فيش بعد كده. فلولا كنت بشتغل كالحمار في جمع المادة العلمية قبلها بكذا سنة، والمادة العلمية كانت كتيرة، ما غفر لي هذا. وانا خلي بالك لما بدات الدكتوراه ما كنتش عارف حتى انا عايز اوصل لايه، والله ما كنت عارف. قعدت اشرح في الجثث اللي هم الابورشنز دول، اللي هم الاطفال اللي هم 14 اسبوع 28 اسبوع، اشرح فيهم واوزن واعمل وكذا وكذا وكذا. فلما لخبطت في اللغه الانجليزيه ولخبطت في وضع اللي هو المراجع، احد الممتحنين قال ان هاني البنا ده حمار ما يستحقش ان ياخد الدكتوراه. الثاني قال ان هاني البنا ده مبدع زي ما انت فين الجدع ده بتاع انت حتى انت قلتها دي، ما اعرفش اقولها ازاي دي. لا فجه رئيس الكليه الملكيه قعدني بناء على الخبير اللي هو كان متخصص في علم الباثولوجي زي انا بالظبط. قال لي هديك سنه وهديك استاذ في الجامعه يصلح اللغه بتاعتك، لان الماده العلميه بتاعتك بناء على تقييم الدكتور اللي هو خد دكتوراه بتاعته في السبعينات. انا خد دكتوراه في 91، هو خد دكتوراه بتاعه في 73، لازم تكون عندي في المكتبه. قلت له حاضر. كانت اللحيه بتاعتي زيكم انتوا الاثنين كده، حطوها على بعض يبقى كده. وكان عندي زبيبه وكان عندي مش عارف حبيبه وكل حاجه من دول. تعرفوا يا اخواننا يا اخواتنا، انا كنت كاتب الاهداء لمين في الرساله دي؟ انت لما تكتب رساله دكتوراه بتكتب سطر سطرين ثلاث اسطر، لحبيبتي لامي لخالتي لعمتي لزوجتي لكذا كذا كذا للكلبه بتاعتي، واخد بالك؟ انا كنت كاتب الاهداء لربنا ثلاث صفحات. وفي هذا الاهداء كل ايات الخلق في القران، من الماء المهين للنطفه المضغه العلقه للامشاج كذا 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 كذا. فالراجل اللي هيساعدني في رساله قعدت كتاب قال لي يا دكتور، قلت له نعم. قال لي ايه القران الكتير ده؟ رديت عليه بالشكل ده،
شكل النمط ده بكده زي ما تقول ايه بثقه، تقول دي مش معلومات علميه ولا لا؟ قال لي نعم. تقول اسيبها ولا اشيلها؟ قال لي اسيبها. ما يقدرش يقول لي شيلها وهي معلومات ايه؟ علميه. وكتبت ان صاحب الكلام ده اسمه ربنا من السنه دي للسنه دي، وروحوا انتوا دوروا بقى عليه. ما خلاص، ما هنا في عزه ايه؟ عزه الايمان، وبعدين مصداقيه الحقائق العلميه اللي موجوده. مصداقيه الحقائق العلميه اللي موجوده. تعرف مين اول واحد وصف المرض اللي انا كنت بشتغل عليه؟ كان اسمه بقاسس. طلع ان بقاسس ده في الاخر اسمه ابو القاسم الزهراوي، من اعظم الدكاتره في علماء الطب في الاندلس، في مدينه الزهره جنب قرطبه. وصف اللي هم الاطفال اللي بتولدوا بيستزقف في المخ وعندهم كيس ميه في الظهر او ظهرهم مفتوح مفيش جهاز عصبي، وصفهم 6 قرون قبل اوروبا. 6 قرون قبل اوروبا. ليه؟ لان علم ادم الاسماء كلها، جعلت ابو القاسم الزهراوي يسبق اوروبا بقرون ولا يتخلف عن اوروبا بقرون. خدت بالك يا بسان؟ خدت بالك؟ سبق اوروبا بقرون، انه عارفه معنى علم ادم الاسماء كلها. هنا ابو القاسم الزهراوي انتج 30 مجلد او موسوعه طبيه في 30 مجلد. 30 مجلد كل باليد كتابه، الات وجراحيه وكذا، كل الحاجات دي عملها هو. اعرفوا تاريخكم. ان لم ندرك مدى قوه التاريخ لن نستطيع ان نعيش الحاضر لنصنع المستقبل. لابد ان ندرك كيف صنع التاريخ، كي نستطيع ان نكيف هذا التاريخ في مسيرة الحاضر نصنع به حضارة المستقبل. معايا؟ تفضلوا. تفضل. انا بس اسال سؤال بخصوص الدولة الاسلامية فرنسا. كويس. شو السبب اللي ادى لانفصال حتى فرنسا وعمل الدولة الاسلامية فرنسا؟ شو عملت الدولة الاسلامية في بريطانيا حتى الاشادة ما تكررش في المملكة الثانية؟ هو شوف، من الصعوبة أنك تجمع أولادك كلهم في بيت واحد بعد ما يكبروا، ومن الحكمة أن تعطي الحرية للجميع، من أراد أن يبقى معك يبقى، ومن أراد أن يخرج يخرج. فأخواننا في الإغاثة الإسلامية في فرنسا، أنا كنت تركت الإغاثة، أنا تركت الإغاثة في 2008، أعتقد هم انفصلوا في 2011 أو 12 أو حاجة زي كده. لكن من الحكمة عندك أنك لو حسيت إن في ابن كبير بدأ يجمع عشرات الملايين وعايز يستقل، إديه الاستقلالية وحافظ على الشريط اللي بينك وبينه. مش معنى كده ان انا وزوجتي خلفنا الولد انه هيقعد في البيت عندنا على طول. حتى في اولادك هتلاقي ان في يوم من الايام عايزين يستقلوا، عايزين يقعدوا في شقه لوحدهم، في بيت لوحدهم، في مدينه اخرى لوحدها. هتقول لهم تقعدوا معايا بلاش. فبالتالي من اللي هو الايجابيات اللي عملتها الاغاثه انها تركتهم ياخدوا حريتهم، مش فرنسا بس، فرنسا وبلجيكا وهولندا، بس العلاقه كويسه بينها وبين المؤسسه الام. بقيه المكاتب اللي هم من 40 مكتب التزموا بعمل معايير معينه وفضلوا يحافظوا على الايه؟ اللي هو العائله الكبرى. فبالتالي يعني انا شايفها ان يعني ما هياش سلبيه خالص. الأدى اختلف وجهات نظر، في آراء مختلفة، في يعني مثلا إدارة ليها نظريات كثيرة جدا، أنت شايف إدارة تبقى بالطريقة دي وهو شايف إدارة بتبقى، خلاص اختلفنا في الإدارة، ما نختلفش مع بعض في الحياة، خلاص لكم دينكم ولي دين، إيه المشكلة فيها؟ فوسائل الإدارة يعني حتى لما تبص للثقافة الفرنسية والثقافة المغاربية والثقافة البريطانية من الناحية الثانية والثقافة الأنجلو ساكسونية، هتلاقي الفرنسويين والمغاربه يحبوا الاطاله في فلسفه الكلام والاسهاب، البريطانيين بالقلم والسكينه كده جمله وتقف جمله وتقف. فطبعا حتى في النقاش كنا بيحصل فيه خلافات، لان واحد يقعد يتكلم ربع ساعه تقول لي يا ابني خلص بقى،
والتاني يقعد يكلم نص دقيقة ويخلص. ففي حاجات كده في التربية احنا اتعلمناها عشان لما نيجي نبني مجتمع نعرف ان حتى ثقافة المجتمع الواحد اللي موجود داخل غزة او داخل القدس او داخل القاهرة مختلفة، مختلفة، حتى الصوابع مختلفة، حتى الابناء مختلفين، في واحد من ابنائك شكلك، واحد شكل خال والولاد او عمة الولاد او او الى اخره. فبالتالي لابد ان نتكيف مع الناشئة التي نشأت بفكر مختلف. فما بالك بقى لو كنا احنا في اجيال متعاقبة، هيبقى الموضوع لابد نستوعبه. وهنا الخطورة يا اخواننا في ايه؟ كيف نستوعب الاخر؟ يعني احنا بنستوعب الاخرين اللي هم مش مسلمين، لكن مع اولادنا بنديهم بالعصاية. طب وليه ما تستوعبهم زي الاخرين، صح ولا غلط؟ يعني لما الابن يغلط انا اقول لي يا ابني مش عارف ايه واضربه، اما الاجانب يغلطوا بسيب لهم. طب ليه؟ طب ما نغفل للجميع. هذه وجهه نظر الدكتور غني او وجهه نظر انت؟ لا وجهه نظري انا، لا دي وجهه نظري انا. يعني شوف، لا شوف، ما فيش مشكله. انا شخصيا لو كنت في رئاسه الاغاثه في الوقت ده كنت كان يكون لي اسلوب في عدم الانفصال، لان انا من انا جمعوي، انا في فكري جمعوي، ومع ذلك لو حد خرج لازم اسيب بيني وبينه شعره معاويه، مش ممكن اقطع الشعره دي، ما بين الاثنين جمعوي وشعره معاويه. شكرا. ده انت هتاخد الليله كلها بقى لوحدك. بس هم سؤالين يعني. يلا وانت ما قلتليش انهم سؤالين من الاول. لا هي السؤال الثاني بس انه والسؤال الثاني مركب من سؤالين. لا هو سؤال خلال فتره عمر اللغه الاسلاميه اكيد تعرضت لها طبعا. وكيف تم التعامل مع ده محاضرة ثانية. شوف، من منتصف التسعينيات في فرنسا كان في تفجير اللي هم القطارات اللي حصل في باريس، وده دخلنا في معركة مع الإعلام الفرنسي، إن أغلبهم كان في شباب متهور شوية قاعد يفجر، فبدأ اللي هو التحديات من ساعة تفجير اللي هو القطارات في باريس في منتصف التسعينات. فاتهمنا ان احنا مؤسسة بتؤسلم الناس في السودان وغيرها وغيرها والى اخره. ده اول اتهام. الاتهام الثاني اللي هو بعد 11 سبتمبر اللي كل المؤسسات اتهمت. احنا بقى اتعاملنا مع ده ازاي؟ مشينا على الصراط المستقيم، ما فيش خلط اوراق، لا في البوسنه ولا في كوسوفو ولا في افغانستان ولا في اي مكان ابدا. ليس من حقك ان تخطئ ولو خطا بسيط، لن يغفره عدوك، ولكن من حقك ان تنجز ولا تخطئ. اما الخطا فمش موجود على الطاوله. فذلك استطعنا اننا نستمر في الشان الى يومنا هذا، برغم كان في الشام في حرب 95 وفي حرب 99. في افغانستان حضرنا نهايه الحرب مع السوفيت ومستمرين الى الان في افغانستان. وهكذا في البوسنه حضرنا الحرب كلها، وكوسوفو حضرنا الحرب كلها، ولم نخلط الاوراق. عدم خلط الاوراق هو اللي نجى الاغاثه الاسلاميه. بالرغم ان في افغانستان الاولى الحكومات الكبرى سمحت لبعض الحكومات العربية بخلط الأوراق في السبعينات والثمانينات، ها بدون ذكر أسماء، فخلط الحابل بالنابل برغبة بعض الحكومات الكبرى أن تخلط الأوراق لهزيمة الاتحاد السوفيتي. فبعض المؤسسات وقعت فيها خطأ. فالمراحل دي كلها عليك أن تلتزم بمعايير واحدة ولا تغير رسالتك الإنسانية مهما كانت الظروف، فيحتار فيك عدوك. فلما جه 11 سبتمبر كنا احنا دخلنا الأمم المتحدة، وكنا احنا أيضا عملنا علاقات كتيرة جدا مع المجتمع الدولي، وكنا احنا رسالة واضحة. فاللي دافع عن الإغاثة الإسلامية في فترة 11 سبتمبر لما جت هم أصدقاء الإغاثة الإسلامية اللي شافوا الإغاثة الإسلامية قبل 11 سبتمبر بعشر سنين. حذاري يا اخي الفاضل انك تاخد صوره مع رئيس وزراء
او مع رئيس جمهوريه او مع وزير وتقول انا ايه، لا مش هتعمل لك حاجه. لابد ان يكون لك علاقه فعليه مع مؤسسه رئيس الوزراء ومؤسسه الامم المتحده، يعرفوك من الداخل والخارج. وده اللي حصل لما جينا نسجل الاغاثه في كندا في 2002، رحنا بملفين والمحامي كان متخصص في محاربه الارهاب، فادينا الملف الاول اللي فيه المشاريع، قعد يبص كده وكده 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 وكده، قال عندكم حاجه تانية؟ يعني المشاريع لم تجذبه، فادينا له الملف اللي احنا متصورين فيها مع الملكه والامير ورئيس الوزراء وكذا وكذا، قال هو ده اللي احنا عايزينه. ده معناه ايه؟ معناه ان انت دخلت من خلال الامن والمخابرات للمكاتب العليا في الدوله. ازاي هسمع لك الملك تتصور معاه الا لما كنت انت عديت على كذا جهاز، او الامير على كذا جهاز. لكن تبقى انت واقف في الشارع كده ولقيت امير ماشي وتعمل له ايه؟ فين البتاع ده؟ تعمل كده زي ما بيعملوا كده؟ سيلفي ها؟ مش تعملوا كده انتوا؟ والراجل مش شايفك اصلا. بتقول ده انا قابلت الامير، قابلته فين؟ في الشارع؟ الامير ما يعرفكش. فالعلاقات دي احرص على انك تبنيها. وبناء العلاقات بينك وبين الحكومات او المؤسسات الحكوميه او الدوليه بتاخد سنين. مش شطاره كلمتين كده وحبه صور، لا. دي كيف تدخل لصاحب القرار وتجلس معه على نفس الطاوله عشان يستمع اليك. ها؟ وتستمع اليه. ده اللي انت تعمله عشان تحافظ على مسيرتك. اتفضل. حمد الشويش تشارلز شارلز. ايه الكلام الكبير ده؟ بالانجليزي؟ اللي هو بالانجليزي ها؟ جمعيتنا ده اتصل يا عم خلاص بقى. زي ما ذكر الباشمهندس احنا بنقوم بكفاله اكثر من 4000. بسم الله ما شاء الله. طبعا بنركز على المشاريع التعليميه وعلى دعم التعليم الاساسي ودعم التعليم المهني. من ابرز المشاريع اللي قمنا فيها في 2022 ومستمر حتى الان اعاده 200 طالب تسربوا من المدارس نتيجه كويس الوضع الاقتصادي السيء. السؤال ما هي الخدمات المميزه الاكثر او الاكثر تميزا في مجال الايتام اللي ممكن نتميز بها في دعم الايتام غير ما ذكر من تعليم وخدمات صحيه وخلافه؟ والسؤال ارجع السؤال الثاني. السؤال الثاني في الغرب مصطلح اورفانز او ايتام هل هو مستساغ متقبل ام هناك مصطلح اكثر تقبلا يمكن استخدامه؟ نعم بالذات تعرف يعني ايش الاسباب. الطفل هو مخلوق موهوب. الكلمه دي قالها رئيس وزراء سنغافوره لما جه اسس دوله سنغافوره في الستينيات. قال لهم اعتبروا ان كل طفل عنده موهبه. يعني معناها ايه يا بنات؟ معناها ان انا اكتشف مواهب الاطفال في سن مبكر. معناها ان انا ابرمج التعليم على اكتشاف المواهب. شوف شوف معناها ايه؟ لما يجي التوجه من رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه او الوزير بيختلف عن لما يجي التوجه من رئيس جمعيه. فلذلك اعتبار ان الطفل ده يعني ريسورسفول هيومن ريسورسز. واخد بالك؟ اطلع منه الموهبه، دي نمره واحد. انا لابد علي ان انا اكيف نظام التعليم حسب حاجه المجتمع. وحسب حاجه السوق، سواء كان الطفل ده يتيم او غير يتيم. ما يكونش التعليم نمط واحد، ما يكونش التعليم نظام واحد. في يا اخي بعض الاطفال مش عايزين يخشوا يكملوا التعليم بتاعهم، هم شطار جدا في الاعمال اليدويه، اديهم تعليم يدوي، تعليم مهني، تعليم حرف الى اخره وهكذا يعني. فمش معنى ان انا اديله التعليم الحكومي اللي بيقول للطفل عليك 10 مواد هو بيكره 5 منهم فبيسقط في الخمسه وينجح في 3. فانا بقول له انت حمار وغبي، انت بتعلمه مواد ما بيحبهاش. يبقى لابد ان انا انظر من خلال رؤيتي للمجتمع كيف اعلم الطفل وكيف اكتشف المواهب في كل طفل، سواء كان الطفل ده يتيم او غير يتيم. دي نمره واحد. نمره اثنين، انواع التعليم اللي هي غير تقليديه غير حكوميه ليه ننظر لها نظره دونيه؟ انا سباك
انا يعني مثلا في الحرب العالمية الثانية بعد ما انتهت الالمان احترموا كل مهنة، كل مهنة، كنت انت استاذ في الجامعة، كنت سياسي، كنت اقتصادي، او كنت عامل في الشارع بتلم الزبالة، كل محترم، لانهم خارجين من حرب دمرت المانيا كلها. فعلى الشعب ان يحترم كل مهنة شريفة تحاول اعادة بناء المجتمع الالماني مرة اخرى. فلذلك لي انا مثلا لما يجي لي واحد مش خارج من الجامعة لكن بسم الله ما شاء الله عنده قدرة وعنده كذا، ما جوزوش لبنتي ليه؟ اصل هو مش من الجامعة. طب يعني ما في 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 نوع تاني من انواع العلم هو ايه؟ اتعلمه الى اخره. فلما ننظر لمثل هذه الاشياء نجد ان احنا علينا ان احنا نخلق انظمة موازية للتعليم تستطيع ان تتواكب مع حاجتين، مع قدرات الطفل وحب لهذه المواد، ثم حاجات المجتمع وحاجات السوق اللي ممكن الطفل لما يخرج من المدرسة دي كلها سواء كان يتيم او غير يتيم يستطيع ان هو يجد لنفسه فرصة عمل. ده نمرة واحد. هما طبعا في الغرب بيسموها تشايلد كير اللي هو رعاية الاطفال، ما بيستعملش كلمة يتيم دي كتير. احنا بنستعمل كلمة يتيم كتير جدا عشان ارتباطها بالرسول صلى الله عليه وسلم وارتباطها بالآيات القرآنية وكذا، ومع ذلك يا شباب احنا كذابين. ما فيش حد فينا بياخد كفالة اليتيم الكاملة. طب صلي على النبي، ولا تساوي كفالة اليتيم زي ما الدكتور علي القرضاوي مسكني وسلخني على في مؤتمر الايتام، ما قالك 50 دولار ده ما ينفعش. قال كفلها زكريا السيدة مريم، معناها عاملها كما يعامل ابنته. ساعتها انا قلت له 100 دولار. قال انت مالك 100 دولار ليه؟ قدام الناس في المؤتمر. مين قالك ان 100 دولار؟ ممكن تكون 200 دولار، ممكن تكون 50 دولار، على حسب انت امكانياتك الماديه اللي بتعامل بيها بنتك. فلذلك عمر اليتيم ما هياخد 50، ولا مؤاخذه في فلسطين حد الطفل 50 دولار هيعمل بيهم ايه؟ ها؟ في البوسنه حد ياخد بيها ايه؟ اللي هي غاليه جدا، هي فيها غاليه، تشتغلوا باليورو والحاجات دي كلها، اما في ايه؟ وهكذا. فتلاقي كل كفاله لابد ان تتكيف مع حاجه الطفل في المجتمع وحاجه الاسره. طب احنا بنكفل اليتيم ما بنكفلش الارمله. طب الام هتجيب فلوس منين؟ شفت بقى عدم التكامل؟ طب احنا هنكفل الاسره، الاسره هنكفلها بكام؟ مش اقل من 200 300 دولار. طب الام اللي بترضع وعندها طفل واحد مش عارفه تشتغل عندها كام؟ عندها 50 دولار على اليتيم؟ فلا بد احنا نراجع منهجيه معنى مبدا الكفاله. هو احنا مقتنعين بالكلام اللي بتحكي حضرتك، لكن المشكله في المانح نفسه. ما هنا بقى، هنا لا، لو احنا تجمعنا كمؤسسات وقلنا لا واطرنا هذا شرعيا، مش مهم اننا نكون عندنا 1000 او 2000 ولا 5، المهم ان يكون عندنا مجموعه من الاطفال 100 ولا 200 ولا 3 خرجوا وعملوا النخله النوعيه. مؤسسه التعاون، مين كيفكم من رام الله؟ التعاون عندكم بسان عارفه تعاون؟ تعاون تعاون بتفرض على المانح 3 سنين كفاله مقدما، وبتاخد على كل يتيم 100 او 120 دولار الاول. عايز تخش عشان عايز اعمل برنامج للاطفال دول على الاقل يكون في استقرار من 3 سنين. ولا اسم مؤسسه التعاون مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية. ففرضت عليهم جزء من منهجيتها اديني كفالة لمدة 3 سنين، مش مهم يكون عندي 1000 ولا 2000 ولا 10,000 يتيم، المهم يكون عندي بعض الأيتام اللي أنا قادر إن أنا أعمل لهم برنامج لمدة 3 سنين، لما البرنامج ينجح تديني كمان 3 سنين وهكذا وهكذا. الأمر الأخير، ليه أنا بحط الكفالة لغاية 16 سنة أو 18 سنة؟ القانون للاطفال يعني. ما ده مين حط القانون؟ مين اللي حط مين اللي حط القانون؟ بعد الحلم. ما كل الحاجات دي اجتهادات، خد بالك. اما انا اجي واحد في الجامعه او بنت في الجامعه وما عندهاش دخل، هوقف عنها كفاله ازاي؟ وعايزه مصاريف للجامعه. فلما ننظر القانون المفروض ما يكونش اعور. القانون ما يكون يكيف على حسب حاجه الطالبه او حاجه الطالب.
عشان تستطيع التفرغ للعلم او تطالب التفرغ للعلم. فما فيش قانون يكون كده اسود خالص او احمر خالص او ابيض خالص او اخضر خالص، يكون في الوان مختلفة. تفضلوا يا شباب، تفضل. البنات ما فيش، فما تتكلموا انتوا، عندكم تتكلموا. عطل الله عزاد ابو عوده، انا مسؤول العلاقات العامه مع مؤسسات جنوب شرق اسيا. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. انا بدي اتحدث، بس اول شيء اشكرك على هذا اللقاء الحلو. اسال عن موضوع تنميه وتمكين الشباب. واتحدث عن الشباب الفقراء من الاسر الفقريه والفقيره والايتام. نعم. ما على مسيره عمل الاغاثه الاسلاميه؟ ما هي ابرز المشاريع التي دعمت ومكنت الشباب الفقير؟ وفي هذا العصر ما راي الدكتور هاني في البرامج التي يفترض ان تدعم وتمكن الشباب الفقير؟ نعم. نرجع مره اخرى، البرامج تاتي بناء على حاجه المجتمع. قد يكون مجتمع زراعي، او يكون مجتمع رعايه اللي هو اغنام او رعي اغنام، او قد يكون مجتمع صحراوي الى اخره. انا دكتور ما اتكلمش عن الاسره بشكل عام، عن الشباب. ما الشباب دول موجودين فين؟ في الاسره. في الاسره موجوده فين؟ في المجتمع. ما انا بجيب لك الصوره الكبيره. فبالتالي انا هخلي الشاب برامجه التعليميه او المهنيه تتمشى مع حاجات المجتمع بتاعه. واخد بالك؟ ما اعملش انا شيء مختلف عن المحتاج المجتمع. هو ده بيقول لك ايه؟ خلي المدارس تخرج عماله للسوق، صح ولا غلط؟ السوق دلوقتي محتاج ناس بتوع هاي تك، يبقى انا احط في المدارس الهاي تك. السوق محتاج لمزارعين، يعني لما جم يبنوا ماليزيا مره اخرى في عصر مهاتير لقى ان العماله الماليزيه قليله بالنسبه لحلم عدد بناء ماليزيا، فاستورد عماله من اندونيسيا ومن كوريا. خدت بالك ليه؟ لأن عنده السوق واسع كبير، فعايز يكفيه عمالة خارجية وداخلية. عشان كده بقى له ان هو التوين تاور الكبير ده اللي انتم بتعتبر علامة من علامات ماليزيا، وبنى السياسة الاقتصادية الماليزي مرة أخرى. مهاتير لما جه يتكلم عن الشباب والحاجات دي كلها، كان عنده مشكلة في البلد، إن الشركات البريطانية كانت تتحكم في الأراضي الزراعية وتحكم في الاقتصاد بتاع ماليزيا. فاول شيء عمله بيسموها ايه؟ غاره الفجر. غاره الفجر. راح على السوق اللي هو ستوك اكستشينج اللي موجود في لندن، واشترى كل الشركات دي كلها. لكن في نفس الوقت كان بيعتمد على ان اليابان والاندونيسيا. اليابان هتدعمه ماديا. فانت بتتكلم مع الاطفال دول في المجتمع بتاعك، لابد انك تنظر لهم مش على انهم فقراء. الفقر ده شيء نسبي انت بتحدده، لكن الشاب ده غني باللي عنده. فانت عليك، نرجع المرة اخرى لرئيس وزراء سنغافورة لما قال لك كل شاب عندي موهوب. انا اذا نظرت يعني انا طبعا انا بزعل لما اقول ده الشاب ده المجتمع فقير. ليه فقير؟ هو المجتمع مش عارف قدراته، فانا انميه قدرات شبابه عشان يكتشف قدراته اللي موجوده تحت اقدامه. يعني كنت بكلم مع الشباب الصبحيه في مؤسسه سوريه، تعرف منتج بتاع شمال شرق سوريا بتاع القمح السنه دي كان قد ايه؟ او السنه اللي فاتت كان قد ايه؟ كان يكفي شمال شرق سوريا وينزل على ايه؟ على العراق. لكن لقرارات سياسيه لم ينتقل من المنطقه دي الى منطقه العراق. في وقت المنطقه كلها تضررت من الحرب الاوكرانيه اللي كانت هي اوكرانيا اصل القمح لبلاد كثيره جدا في الدول العربيه. فلما ننظر لمثل هذه الاشياء ونعرف ننمي قدرات، انا مش عايز اخش اقول ده فقير وده غني. انا عايز الكل يكون عندي سواسيه. وكل نعمل لهم برامج على حسب احتياجات، اول حاجه حسب هم مين، وحسب المجتمع عايز ايه، وحسب المناخ الدولي محتاج ايه. يعني احنا للاسف بنجيب برامج واخد بالك وناخدها زي ما هي ونطبقها، صح ولا انا غلطان؟ ما ينفعش كل مره نعملها بالطريقه دي. لابد في يوم من الايام نقف وقفه ونقول والله انا ههتم بالتعليم المهني خلاص، ماليش دعوه بالتعليم التقليدي بتاع الحكومه، هم حرين.
لان انا عندي مجتمع فيه 2 مليون شاب خرجوا من من المدارس زي المجتمع السوري، والمجتمع ده لازم على الاقل ان انا اعلمه شيء علشان يكون عنده حرفة ومنها يتكسب منها، سواء كان الشاب ده يتيم او البنت دي يتيمة او غير او مش يتيمة. فبالتالي انت قدامك 2 مليون دلوقتي تعمل فيهم ايه؟ هتقعدهم 10 سنين ولا 15 سنة يتعلموا؟ طب وابوهم وامهم هياكلوا منين؟ هم هياكلوا منين؟ مين اللي هيصرف عليهم ال 10 سنين دول؟ انا مش بقول لك ان التعليم التقليدي غلط او حرام، لا، بقول لك هو ده صح وده صح وده صح، بس انا على حسب امكانياتي وعلى حسب قدرتي بكيف ها قدره هؤلاء الشباب على الكسب. وفي جيل من ابنائنا دول بدل ما يضيع كله على الاقل طلع عنده حرفه معينه، وانت مش مسؤول امام الله انك تعلم الشباب كلهم، انت مش مسؤول، انت مسؤول ان انت بالامكانيات اللي عندك تمكن الشباب من خلال برنامج يستطيع هم ان يقضوا كسب العيش. ما رد الدكتور هاني عن اداء المؤسسات بشكل عام في هذا الموضوع؟ هي اجتهادات، يعني انا ما اقدرش احكم على الناس كده كلها، وبالك ان اكيد في بعض المؤسسات عندها، وشوف انت اسم حضرتك اسمك ايه؟ عطاء الله. شوف يا اخ عطاء الله، ما في مؤسسه اجتهدت الا واخطات، والذي يجتهد ويخطئ له اجر، فانا صاحب الاجر خلاص، في واحد هينجز وهيقول لي اجرين مش مشكله، لكن في النهايه ما اقدرش اقول يعني كده اقيم كل المؤسسات. اللي احنا ممكن نعمله ايه يا اخ عطاء الله؟ ان احنا نجلس الناس مع بعضها يحكوا لبعض تجاربهم، ده اللي مش حاصل بالصراحه، ده مش حاصل بالشفافيه، ده مش حاصل. هم زي ما تقول ايه، ليس من حقهم الا يطبقوا معيار الشفافيه ابدا. لا يا اخ انا بس حقل على الناس خنت، قول يا ابني عشان هتخانق دلوقتي. ولا ليس من حق اي مؤسسه مجتمعيه او انسانيه ان تحجب المعلومه عن المجتمع ابدا. المعلومه وان كانت في مؤسستك فليس ملكك، انما هي ملك المجتمع. انت انا الميكروفون ده، طب والثاني دلوقتي بي بي سي واقفه دلوقتي، دي سي ان ان، دي فين بي بي سي؟ دي جي اي، دي جي اي، اي جي اي دي. المعلومه ملك المجتمع، فحتى وانت لك ليه يا اخوانا، يعني انا لما يعني اعوذ بالله من الشيطان، احنا تربينا في اوروبا بقالنا يمكن قرابه 50 سنه، لما انا اكبر مؤسسات في اوروبا بتقعد مع بعضها مرتين في السنه تتناقش احنا بنعمل كذا ولا ما بنعملش كذا، بس هم مش محتاجين، ده واحده عندها 2 مليار والثانيه عندها 4 مليار والثالثه عندها 5 مليار و3 مليار، بيقعدوا ليه؟ عشان يفكروا في مستقبل القطاع. فاحنا بنخبي على بعضنا ليه؟ يعني في القضيه السوريه لما حابين نعمل استفتاء على من هو جمع مال من ماله الخاص عشان الزلزال، تيجي المؤسسات رفضت تدي الرقم، والرقم موجود عندك على الصفحه بتاعتك. يعني كنا متوقعين ان في اول 3 اشهر الكميه المال اللي جمعت بطريقه ذاتيه هتكون 500 مليون دولار واكثر. استطعنا نجد مؤسسات تدينا 125 مليون دولار. طب والباقيين؟ وعارف انت احجامهم، رافض. رافض يدي معلومه. ليه؟ لما تقعد ما تقولش انا عندي كذا. خدت بالك؟ وده هنا في عدم نضوج في العقليه التي تدير المؤسسه. ما زال فيها الطفوليه، لا يا ماما هات الشوكولاته ليا انا، او المصاصه دي مش هديها لاخويا، او كذا وكذا 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 الى اخره. خدت بالك؟ اتفضلي يا اختي، مفيش بس اللبسان اللي بتتكلم وانتوا. يلا. طب هاجي لك يا بسان، مش هنساك انت ها؟ رئيسك هو اللي عمل فيا كده. دكتور الله يجزيكم خير. الله، هو انت ولا هو؟ انا اسمي هشام محمود عنبر الزاوي، بعمل في قسم المشاريع. كويس. تابع المشاريع في الخارج في لبنان والاردن واليمن وبنغلاديش. في عندي يعني انا ادرس دكتوراه الان. بسم الله ما شاء الله. مر علي خلال دراستي نموذج اسمه نموذج بلاج. هذا بلاج عالم في امريكا في 1974 تساءل لماذا الوجهات السياحيه تنخفض وترتفع في شعبيتها؟
ولقى اسباب، ما بدي افوت في التفاصيل، لان احنا عندنا مشكله صراحه. مثلا على سبيل المثال لبنان، اي مشروع تقدمه الان لاي جهه ما بيجيها تبرع، تمام؟ او بنجلاديش، يعني بدا الشغل بدا قوي، حتى غزه بدا الشغل، يعني قبل سنتين ثلاثه كان الشغل اقوى من الان. فانا الان اتساءل كيف احنا ممكن انه نحرك المياه الراكده في هذه المناطق. بارك الله. طيب احنا لابد نغير طريقه تسويقنا. اذا كان نفس السؤال بتاع النهارده صباحا، نفس السؤال في دهوك، نفس السؤال امس مع جمعيه اخرى، لابد نعرض كل نستثمر في كيفيه عرض مشاريعنا على المجتمعات كلها. ما نعتمدش على متبرع واحد او جهه واحده او مؤسسه واحده. انت مش انت في حاجه اسمها اللي هو الفيرتشوال وورلد، اللي هو العالم اللي هو الايه الافتراضي. خش في العالم الافتراضي، هتلاقي فيه ملايين الشباب في العالم قادرين على انهم يدعموك. ليه انت بتعتمد فقط على مجموعه معينه من الناس وانت ممكن رسالتك توصل لمئات الالاف او الملايين؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، بتعمل لك كتالوج حط فيه كل المشاريع بتاعتك، سواء كانت في بنجلاديش او كان في لبنان او الى اخره، وبسط قيمه المشروع علشان يكون في متناول من يدخل على الصفحه بتاعتك. نمره ثلاثه، انك تستثمر في نشر الصفحه بتاعتك على الاونلاين. بمعنى ايه؟ تدفع فيها اموال فعلا. تدفع فيها اموال، لان دلوقتي اغلب الشباب العربي اللي موجودين في المناطق الغنيه بيشتغلوا على الاونلاين. ويكون لك انت مكتب في اوروبا وامريكا يستطيع تلقي هذه الاموال. لان في تركيا مش هدا محدش هيسمح لك، ربنا، انت عارف القانون التركي. لكن لو كلك انت ممكن في امريكا، في بلجيكا، في هولندا، في استراليا، في كندا، في بريطانيا الى اخره، ممكن عن طريق الاونلاين ده بتجمع انت الاموال من شباب اما في الخليج او شباب في اوروبا. يعني مثلا احنا عندنا في بريطانيا 4 مليون، في يمكن في المانيا 5 او 6 مليون او 4 مليون تقريبا، في فرنسا يمكن 7 8 مليون. فالكلام ده كله شباب بيتكلم بلغات مختلفه، عنده القدرة على العطاء. ليه أنا أعتمد على مجموعة صغيرة جدا متبرعين؟ أصل الشيخ الفلاني جاي لنا من الجبهة الفلانية ومعاه 120,000 دولار، وأنا ممكن 10 شباب من دولة معينة يجيبوا لك 100,000 دولار. ليه ما استعملش المؤثرين من الشباب اللي هم أبو 10,000 و20,000 و50,000 متابع؟ في كذا حاجة لابد أن أسوق بيها إيه وأنشر بيها صفحتي. الامر الثاني يا بنات ويا اخواننا، انت شخصيا، يعني الكلام ده في دهوك، واخد بالك، واحنا في العراق، قال احنا مش عارفين نجيب فلوس. فالاخ اللي كان معانا كان عنده 3000 موظف اغلبهم في الداخل السوري في الشمال الشرقي، فقلنا كل موظف منهم يتحول الى فاند ريزر. انا لما ارجع اقول له والله ده مشروعي، انت حطه على الصفحه بتاعتك انت واولادك، بس نص ساعة في اليوم لما تروح بيتك. فتخيل انت عندك 2000 موظف، وكل واحد فيهم متجوز وعنده 3 4 عيال، وكل واحد فيهم عنده 100 واحد على الصفحة بتاعته. مش هدفع فلوس، بس هم ايه؟ حط مشروعك باللغة على الصفحة بتاعته. فكل واحد هينشره عنده 500 أو 600 واحد. العملية بتبقى عاملة زي كرة التلج، اللي بتديك استقلالية في المستقبل. لكن لو أنا فضلت أعتمد على متبرع واحد، هقف في المكان اللي انا واقف فيه معتمد على هذا المتبرع، على ثقافته وعلى قيمه وعلى اخلاقه وعلى فلسفته، وهيمشيني يمين وهيمشيني شمال. خدت بالك؟ اتفضل يا اخونا. بقى هنجي لك يا بسام، ما تخافيش. اه. عمر ايه؟ عمر بسم الله ما شاء الله. اه. اتفضل. الاشخاص المحتاجين يورثوا الثقافه هي لاجيال الابناء او لكذا، فبدنا نطلع يعني نوصلها فكره انه يستقل بذاته. نعم. السؤال الثاني للمؤسسه نفسها، شو ممكن تكون المشاريع الناجحه اللي تكون مثل وقف المؤسسه؟ كيف ما نحتاج لحد من صناعه من تجاره من غيره؟ الله يسلمك. هو الوقف كمنهجيه مهمه من اساعد انشاء المؤسسه. يعني حتى كنت مش انا، استغفر الله، يعني احنا كنا بنعتقد ان مع كل تبرع، انت بس مشكلتكم هنا كسوريين مثلا انك ملك الشعب يعطيك
دي احد اسباب احد المشاكل العويصه للقضيه السوريه. مع انت ما سكن فلسطينيين ليك شعب، لان قضيتك بدك 60 70 سنه، فليك ما في امريكا وفي بريطانيا وفي اوروبا وكذا، فليك جمهور. قبلك انت كسوريين لسه بدك 10 سنين، فاغلب الشعب بتاعك مشرد او مشتت او لاجئين، واخبر حضرتك. فلما ننظر للي هم، انا كنت بتكلم عن ايه؟ الوقف. انا كنت مشان يعني سوى. احنا يعني نعتقد ان لو احنا فرضنا على كل يورو 1% الوقف، يعني معناها ايه؟ معناها ان انت قلت والله انا كل يورو حجمعه، ده بتاعي ده ولا بتاعكم؟ ده بتاعكم اكيد. كل يورو حجمعه، لا مش انا، ده كل يورو حجمعه بقول للمتبرع نفسه انا هطلع منه 1 أو 2% للوقف من الاول. انت بتسميه ديسكليمر. انت في خلال 10 او 20 سنه بيكون عندك 40 50 مليون، واخد بالك؟ فانت في منهجيتك من الاول انك بتجد دعم لانشاء منظومه ثقافه الوقف. كونك بقى بعد كده الوقف ده هتعمله عقارات، هتعمله اراضي زراعيه، هتعمله استثمارات، هتعمله تجاره، هتعمله كذا، ده حاجه ثانيه. يعني قبل نعمل منهجيه في ان نعلم المتبرع، ندينا مع كل في كل في كل يورو او في كل جنيه استرليني قرش او قرشين احطهم. يعني مثلا اما بنانا في الاغاثه الاسلاميه، يعني في دلوقتي عدد كلها دلوقتي اغلبها اللي هي عقارات. في بريطانيا في 4، في امريكا في يمكن 1 ولا 2، في كندا في 3، في البوسنه في 1، في مالي في 1، في بلجيكا في 1، في فرنسا في 3، وهكذا. فلما تيجي في خلال ال 40 سنه دول وتضع اللي هو الكم بتاع هذه الاشياء، هتلاقيه مش اقل من 50 60 مليون دولار، بس خلوا 20 سنه على الاقل. بعد كده بتنتقل بالوقف لمرحله اخرى، لمرحله الاستثمارات. مش انت اللي تديره، انت ما تديروش، تجيب ناس اخصائيين في الاستثمار. لكن تقول لي اصل المؤسس هو رئيس مجلس اداره ولا هيدير الوقف، اقول لك ولا مؤاخذه، لا مش شغلته. تقول جزاكم الله خير خليك هنا. فده بالنسبه للسؤال الثاني. السؤال الاول اللي هو ايه؟ اعتمد على نفسه. لو انت بدات المسيره من الاول، احنا بدانا المسيره مع القضيه السوريه بالسله الغذائيه. ما انا مش مختلف معاك. فاحنا حولنا المجتمع السوري اللي كان منتج، واخد بالك، اللي كان حرفي ومهني، واخد بالك، الى سله غذائيه. يعني ممكن مثلا في اول سنه او سنتين يبقى في سله غذائيه، بعد كده لا. ليه؟ لان المانح فرض عليك حاجتين. في مانح عربي او عاطفي بيرمي دي السله الغذائيه ومش عارف اثرها بيكون ايه، وفي مانح غير عربي عنده وجهه نظر ان انت ما يكونش عندك استقلاليه، بيحولك انت كمؤسسه لمقاول انفار او مقاول من الباطن، خدت بالك؟ واللي سيء في نفس يعقوب. وده اللي حصل بعد 10 سنين. فتجد ان المانح العربي العاطفي ده دخلك في الحيطه بدون وجهه نظر او فكر. لان في 2016 كان جماعه ادلب وغيرهم في الداخل دول كانوا بيقولوا مش عايزين سله غذائيه، بطلوا تدونا سله غذائيه، بياخدوا السله الغذائيه يبيعوها في السوق، ولا انا غلطان؟ اللي كانت بتبقى 60 70 دولار يبيعوها ب 10 20 دولار، لانه مش عايز ياكل خلاص، مش عايز كل شويه سله. فاحنا حولنا اللي هو الانسان الحرفي المهني اللي خارج من المتعلم الى واحد واقف في طابور بياخد سله غذائيه، واخد بالك؟ لكن انت من الاول لابد يكون احنا سياسه. قد يكون في اول سنه يبقى السله الغذائيه 80% من الشغل، ثاني سنه تقل. لكن لانك مالك جاي من مانح اخر بيقول لك هيماتين ريسبونس، هيفضل معاك في هيماتين ريسبونس ده 10 سنين. مش هديك هيماتين ريسبونس، خاصة الأموال الكبيرة اللي احنا بناخدها من المؤسسات الدولية الكبرى. ما ده أنت اللي هتغيره. فأنت في الأول من فلوسك أنت. فلوسك أنت يا أخ، اسمك إيه؟ أخ عمر. فلوسك أنت يا أخ عمر، ها، هي اللي هتغير عقد المال. لا تقول له والله خد الفلوس دي واعمل كذا وكذا 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 وأنا هتابعك، بس أنت ما عندكش فلوس. فبتضطر تاخد فلوس إيه؟ المانح اللي عنده برنامج آخر.
تفضلي الاخت. جزائر لبس تفضلي. سؤال أول، بما أننا تقررنا موضوع صفحات السوشيال ميديا اللي ممكن تحكي لنا باختصار يعني عن تجربة مؤسستي أنا استعمال الإعلام أولا في تحسين صورتها بما أنه كانت في مجتمع في تحديات أكيد، ثانيا في جمع التبرعات. سؤالي الثاني، بما أنه كذلك حكينا شوي عن الوقف لما بده يدخل في المجال الاستثماري، هل قصدتم ذلك للحفاظ على استدامة المؤسسة تدخل المؤسسة الخيرية في هذا المجال؟ برأيكم كم نسبة المشاريع المستدامة اللي لازم تكون سنويا مؤسسة تنجزها؟ بصوب آخر، كيف ممكن توازن المؤسسة بين استدامتها واستدامة المشاريع؟ استدامتها واستدامة المشاريع. طيب الأولاني بالنسبة اللي هو الإعلام، كلنا تعلمنا في الإعلام وأخطأنا في الإعلام، بس أهم حاجة في الإعلام الحديث إنك حذاري إنك تكتبي حاجة تسيء إلى ناس أو إلى جهة فتحاسب المؤسسة على خطأك في المجتمع. دلوقتي المؤسسات الدولية تترقب، خاصة المؤسسات اللي هي التصنيفية، تترقب أخطاء الأفراد في المؤسسات في التصحيحات بتاعتهم تجاه شعب معين، تجاه جهة معينة، تجاه امرأة، تجاه طفل، تجاه كذا كذا كذا، وعندنا تصحيح دولك. فلابد يكون في حاجة اسمها ديسكليمر، ان مفيش حد فيكو يكتب شيء غير انساني على الصفحة بتاعته هو او بتاعتها هي. ده ادى في بعض الاحيان لبعض المؤسسات قفلت او استقال مجالس ادارتها كلها، خدت بالك؟ فأنت حينما تعملي في العمل الإنساني لابد مؤسستك تقول لك دي سياستي في الإعلام. لو ما كانش في سياسة في الإعلام المؤسسة هي المخطئة. لابد أن يكون هناك سياسة في الإعلام ونشر الصورة، ليس كل صورة تنشر وليس كل كلمة تكتب وتقولي لا أصل ده أنا عامل الإيه؟ أنا أديك بعض الأمثلة، أقول لك أصل ده المجموعة بتاعتي الخاصة ما حدش بيوصفها. في بعض الدول فكت الشفرات دي كلها ودخلت على صفحتك الخاصه اللي انت قافلاها، لو في مكان سنه طلعت ستيتمنت من 5-6 سنين وحطيتها في الجرايد وادت الى استقاله مجالس الاداره كلها. خدت بالك؟ حذار انك تفتكر ان انت خلاص اصل انا عندي ايه البرايفت بيج بتاعتي. لا، انا لو ما انا عارف الدول اللي بتعمل كده بدون ذكر اسماء عشان ما نزعلش حد، دخلت عن طريق بعض الريسيرشرز وطلعت ما قلتيه وانت قافلة الصفحة من 10 سنين او من 7 سنين او من 6 سنين وطلعتها على الملأ واتنشرت في الجارديان في التايمز وفي الاندبندنت. خدت بالك؟ فانت لست حرة انما تعملي في العمل العام، لانك تمثلي مجتمع وتمثلي مؤسسة، وعلى المؤسسة تحدد سياسات التعامل مع الميديا مع الاعلام عامة. ده بالنسبة للسؤال ايه الاول. السؤال الثاني هو ايه؟ جمع التبرعات. انت لابد يعني زي ما قلت في الاول انك تكون لك تنوع لمصادر التبرعات، تنوع. انت التنوع ده على حسب ايه؟ بيقول لك على حد لحافك مد رجليك. تقدر يكون لك عندك 10 مكاتب في اوروبا تستحملي اعملي، مكتبين اعملي، سوشيال ميديا اعملي. فكل التنوع ده بيجي على حسب قدرتك انت، سواء كان عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق عمل الافلام او عن طريق الزيارات او عن طريق فتح المكاتب اللي هي في الدول الغنية. انت صعب تقرر فيها، ما حدش يجي يقول لك تعملي بالطريقة دي او الطريقة دي، لانها كلها اجتهادات. ده بالنسبة لجمع التبرعات. التالت استدامة مع المشروع من الاول، انك تأهلي صاحب الحق من الفقراء ان هو مرة واثنين وثلاثة يكون هو منتج. يعني مثلا انا انمي قدرات المرأة اللي قاعدة في البيت علشان تنزل منتجها في السوق الشعبي، يبقى انا لابد اعمل اسواق شعبية. يعني مثلا حاجة كتيرة جدا من السوريين اللي هنا هو بنوا قرى كتيرة جدا، والقرى مثلا بنوا اللي هي البيوت اللي هي الشقق، لكن ما بنوش جنبها سوق شعبي. كنت بسأل احد المؤسسات طيب الناس دول هيشتغلوا فين؟ قال احنا عاملين 30 محل تجاري.
30 محل تجاري ل 800 اسره، مين اللي هياخد المحل التجاري دي؟ فلابد انت وانت بتبني القريه دي كلها تاخدي ارض في الخارج قريب من القريه لكل امراه انها تسوق المنتج بتاعها في البتاعه دي، عشان هي شخصيا بعد كده يكون عندها دخل يجعلها تستقل عن المعونه اللي بتاخدها من المؤسسه او الى اخره. فاحنا حتى في بناء القرى دي كلها يا اخت مريم بنبنيها واحنا ناسيين ان في داخل ال 800 اسره في 800 امراه بسم الله ما شاء الله، كل واحده فيهم قادره على الكسب، قد يكون فيهم 500 او 600 او 400 رجل قادر على الكسب، قد يكون في 1000 شاب قادر على الكسب. فانا بحطهم في حته واقول لهم استنوا هجيب لكم الايه السله الغذائيه، لا لازم هم موجودين اقول لهم اتفضلوا في مشروع اخر جنبكم هنا هو اسمه سوق شعبي اعرضوا فيه تقدروا تعملوا في بيوتكم عشان هي تستقل فيما بعد. اخر سؤال اخت بيسان ولا الاخت اللي هنا ولا سوري مش اخت بيسان وبعدين حد منكم؟ طيب سؤالي عن موضوع ايهما افضل المؤسسه ولا المستفيد ايضا؟ تنوع مثلا احنا بنشتغل على سبيل المثال في افريقيا، هل الافضل تنوع المشاريع في نطاق العمل الافريقي ام التخصص في مشروع معين والتركيز عليه مثلا على سبيل المثال مثلا القطاع الصحي العمل على هذا الاتجاه يعني واتقانه بشكل كامل في الدول مختلفة يعني نطاق الدول غير محدود، لكن المشروع هو نوعية المشروع أم أفضل التنوع في كافة المشاريع أيهما أفضل؟ هو التنوع ما بيأديش لتخصصية، تبقى أنت جنرال كده الطبيب العام لو الطبيب اللي بنسميه طبيب الأسرة بيعتبر نفسه إن هو بي 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 بيوجه المرضى للأخصائيين، فده بيرجع لك انت. انا عايزه ابقى متخصصه في الميه يبقى اخد الميه من الف للياء لان الميه بتبني مجتمع. انا عايز اخدهم الزراعه يبقى اخد الزراعه من الالف للياء. انا عايز متخصص في تربيه الحيوان ده تخصص. في الصحه كذلك لان كل واحد في دور منظومه. وكل ما دخلت في الصحه او في الزراعه او في الميه او في التنميه الاسريه تخصصات كلها. وكل تخصص بيدخلك على تخصص اخر. فاوعي تفتكري ان التخصص الواحد، انا هقول لك حاجه صلي على النبي. طبيب العظم كان زمان بيعمل العمليات هنا وهنا 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 وفي كل حته، دلوقتي لا، دلوقتي الكتف ليه طبيب عظم والكوع ليه طبيب عظم والصوابع دي ليها طبيب عظم والركبه ليها طبيب عظم. ها؟ فده لا فده بصي صلي على النبي، كلمة طبيب عظم أصبح تعتها 43 تخصص. زمان كان طبيب عظم عارفين هو ماسك المنشار والشاكوش وكذا بيعمل كل حاجة. ما ينفعش ده دلوقتي. وهكذا طبيب الباطنة في أمعاء صغيرة رفيعة وأمعاء تخينة وأمعاء ما شابه وهكذا والمعدة إلى آخره. فتلاقي في أطباء متخصصين في المعدة فقط. وتبقى في الـ في الـ في الـ في اسمها انتستن اللي هي الرفيعه دي الامعاء الرفيعه. ها؟ دقيقه وهكذا. فانت طالما دخلت في تخصص اعرف ان التخصص ده في تحتيه 50 تخصص اخر. على حسب وعشان تتميزي يبقى بتخشي في تغوصي في تغوصينا في اعماق التخصص. واخد بالك؟ عايز تعملي مثلا عيادات الخارجيه. اللي هي مثلا اللي هو عشان تكتشفي تدي الخدمه الاولانيه هتلاقي فيها ليها احصائيات وتخصصات مختلفه جدا. الصحه العامه برنامج كبير لكن تحتها تخصصات. خد بالك اسمها ايه يا ربي؟ السايكوسوشيال سبورت اللي هو اسمه ايه؟ الدعم النفسي. بيدخلك في اعماق مشاكل كل الاسر والمجتمع. ما فيش حاجه اسمها يعني كده اعلان او عنوان وخلاص. ده بالنسبه لايه؟ للتخصص. عايز تبقى انت جنرال وتبقى انت مثلا بتشتغل بس في الاغاثه لمده 6 اشهر وتمشي انت حره. زي مثلا ميديسن سان فرانتين اطباء بلا حدود بيقول لك انا هشتغل في الطوارئ لمده 6 اشهر في الطوارئ الطبيه. بس خلاص او سنه. فهم امتحنوا هذه التوجه
وابدعوا فيه، فاصبح ليهم الانتاج اللي احنا عارفينه بعد 43 سنه مما انشات. فانت صاحبه القرار، اوعي تجيبي حد يعمل قرار ليكي، لان انت سوري مش انت خلاص انت عايز تتجوز، تتجوز على مزاجك يعني، جيت هذا بس يعني خلاص ما انا مش عايز اخش بقى ايه مش عارف ايه هاي عزابي وراك وانت يعني متجوز اكيد اكيد بالله العظيم انا مش مصدق انت عايز تتجوز، انا مش هجوزك على مزاجي اقبلك، فلم تتجوز انت على اللي انت بتحبها وشكلها اللي هتعيش معاها، وكذلك الاخت وكذلك الاب والام لما يدوا بنتهم يدوا بنتهم الوقت هيتقفل عليها ولا اوضه ازاي غير لما يعملوا كذا وكذا وكذا عنده الى اخره. فبالتالي حتى القرار ده لابد يكون قرارك انت او قرارك انت، ولو انت ما خدتش القرار ده قلت معلش اي حد اي حد هتقعد معاه اسبوعين ثلاثه والعياذ بالله وتتطلق، لان ما مش مبني على قاعده لا شرعيه ولا حتى في الاختيار. ها شفت بقى، شكرا يا اخت بسان، تعبتينا انت يا بسان، انت ومريم لبس انت بقى حتى تتخ بمكانتك انا ما عنديش مكانه، مكانتك المقدره الله يجزيك الخير، خبرتك المعموقه، واكيد عندكم خلينا اقول لوبي سموها او معارف او شبكه مميزه من العلاقات مع ناس رائدين. طب دي واحد فين التليفون الثاني الميكروفون الثاني؟ اثنين موجودين هنا؟ انا مش شايفهم. طيب خلاص. الان في ناس لهم مطامع كثير في العمل الخيري. كثير. وفي ناس بيدخلوا العمل الخيري لمكاسب شخصيه كتير. او بيسقطوا في الطريق او كتير. بيستغلوا العمل الخيري تحت مبادئ انسانيه وفي النهايه بيسقطوها لمصالح شخصيه بطريقه او اخرى. احنا محتاجين في الوقت هذا يكون في لوبي، يكون في مركز، يكون في لجنة، هيئة، سميها اللي بدك إياها، تعمل تصنيف لهذه المؤسسات تحت معايير معينة، سميها يعني هيئة إسلامية أو ما شابه، إنه هذه الناس تتهافت على إنها تأخذ تزكية أو تصنيف عندها أو تجود العمل بمستوى معين حتى تصل إلى خليني أقول إلى مستوى يليق في العمل الإسلامي أو الإنسان الإسلامي. اليوم احنا بنلاقي احنا كمؤسسه، اليوم احنا بنتكلم عن الصوره الذهنيه وتشكيل الصوره الذهنيه للمؤسسه، بنوجد انه جزء من اضعاف صورتنا الذهنيه الصور السلبيه الموجوده عن كثير من المؤسسات في العمل الانساني، الناس اللي بيستغلوا استغلال سلبي، فاصبحت انه سلبياتهم مش واقع على نفسهم، صار عدم ثقه الناس وعدم ثقه الداعمين في العمل الانساني بسبب هذه الصور الذهنيه صارت شبه عامه، او خلينا نقول بدات تزيد، بدلنا احنا كلياتنا نتاثر، مش احنا نتاثر، كل الناس عمالها بتتاثر. فلذلك انا بتمنى هل في القريب المامول ان يكون في عندنا هيئه او لجنه او مركز متخصص يعطي هذه التصنيفات ويقول هذه المؤسسه طريق الحياه ممنوع للاسباب الواحده الثانيه الثالثه ما خدتش، واحنا نسير نقول احنا عندنا اعتماد من مركز اكس اللي موجود في بريطانيا او في سويسرا او كذا. احنا حتى دي بالك يا دكتور احنا في هذا الموضوع كنا ناويين نأسس لهذا الموضوع لولا انشغالنا ولولا وجود عدم يعني شخصيات رمزيه تشغل معنا ممكن يتعزز من هذا المفهوم لا سيما لاهميته. ما تعتقدوا انه هذا الموضوع بسيط؟ احنا محتاجينه في هذه الفتره، وان لم تقوموا عليه انتم كمؤسسين في العمل الانساني وخبراء مع مجموعه من الاخوه امثالكم، انا بعتقد انه هذا الموضوع حيتعوم. لازم يكون في ابو للعمل او ابو او مرجعيه للعمل الانساني الاسلامي ويكون في تصنيفات معينه الكل يتهافت انه يصل لافضل الدرجات فيها، والله اعلم. هذا هو النقاش الحالي القديم. منذ 10 سنوات او اكثر كنا بنناقش نفس الموضوع. يعني معناها ان احنا وصلنا لمرحله بنقول كفايه. كفايه، لكن ما عندناش، لان لكثره المشاكل وكثرة النزوح واللجوء شغلت الناس عن العمل الفكري اللي انت بتتكلم عنه. حتى امس جزء من اللقاء اللي كان بتاع امس بعد الظهيرة كان مع احد الجمعيات اللي حطت نفسه اللي هو الايسو بس يعني يبقى قريب للذهن عندك، نفس الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. يعني ما طالما احنا تكلمنا فيه يبقى احنا بدأنا نناقش في حاجتنا الى عمل مثل هذه المنصات. كنا هنكون قادرين احنا على عملها شخصيا انا وانت، او نكون احنا غير قادرين فغيرنا هيكمل،
انا بس مش عايز اقول يا اخوانا ان احنا هنقدر نعمل كل حاجه. انا لابد نقول اللي بيتكلمه اخونا ده مهم جدا، حتى لو انا ما قدرتش انفذه عليكم انكم تنفذوه، فلابد ان حد ينفذه. ونعمل تاني، الامر تاني بقى اللي عايز نتكلم فيه، لابد علينا شئنا ام ابينا، ارجع لاول الكلام اللي انا اتكلمت في الاول، ان نربي اجيال معنا ونحن في مراكز السلطه والقياده المؤسسات. حذاري واقول الاجيال يكونوا اما من الاطفال اللي هم يعني هم اصحاب الحقوق الفقراء، او من ابناء الجمعيات او المتطوعين. فده هيخليك الايسو بتاعك يطلع مجموعه من الشباب تستطيع بفكرك وقيمك واخلاقك انها تقلل من هذه السموم. مشكلة كان عندنا احنا محاضرة بنقول فيها ايه، قلت انا مع بنت من بناتنا في سنكم كده وراجعين من اسطنبول من السنة اللي فاتت، فقالت لي يا عمو، قلت لها نعم، قالت لي لما المؤسسة بتكبر وتستقر بيحصل لها ايه؟ اوتوماتيك واحنا في المطار انا ومريم، قلت لها يا بنتي بتستنقع وتستنطع. طبعا هي بتتكلم انجليزي، يعني ايه تستنقع وتستنطع الى اخره؟ قلت لي ايه تستنقع؟ يعني المؤسسه بتتحول الى مستنقع راكد لا يتحرك، ودي اغلب المؤسسات الحكوميه هي مستنقعات. قلت لها يعني كلمه مستنطع؟ قلت لها تستنطع يعني يروها مجموعه من الانطاع الغير قادرين على الابداع والابتكار الى اخره، وكل نطع ياتي بنطع اخر، فتحول الى عزب. وده احنا شفناها في مؤسسات كتيره كانت في يوم من الايام قمم واصبحت دلوقتي راكده. فبنرجع مره اخرى لمثل هذه الاشياء، لابد علينا ان نمنع الاستنقاع الاستنطاعي كثقافه. ازاي؟ باننا نربي معنا الشباب من الاول. تعرف انا ايه اللي خلانا ننجح يا اخ ايهاب؟ ها؟ ايه اللي خلانا ننجح؟ حاجه واحده، ان الامناء وثقوا في التنفيذيين فادوهم مساحه انهم يشتغلوا، انا كنت مسؤول من التنفيذيين، وثقوا فيا انا وبالتالي سابوني المساحه. حينما اخذت المساحه كتنفيذي انا ومن معي من الشباب استطعنا اننا ايه نعمل هذا الحدث الكبير اللي بتتكلم انت عنده وبتقول ابداع، وكلامك التخين اللي انت قلته في الاول ده مش عارف انت قلته ازاي بس اللي كنت قلته. فبالتالي على الامناء ايضا ان يثقوا في المنفذين وادوهم المساحه. مجتمع من غير مساحه حريات للمواطن لن يستطيع ان يتقدم الى الامام. جمعيه من غير ثقه من الامناء ومجلس اداره في عملها لن تستطيع ان تبني الابداع والابتكار والتغيير المجتمعي. خدت بالك؟ فبالنقطه دي بالذات لابد احنا نمنع الاستنقاع الاستنطاعي باننا نجد من الشباب ان هم هيحرك الميه الراكده. ها؟ وفي نفس الوقت يكون في ثقه ما بين اصحاب القرارات العليا والشباب الصغيرين اللي داخلين عندنا. خد بالك؟ يعني مثلا من الامثله، احد الشباب الصغيرين في سنة 1993 يعني قوم 30 سنة، قلت له يا فلان، قال لي نعم، قلت له خد مراتك وروح على، اديت له كده دولة في افريقيا، وطبعا الاخ ملتزم، قال لي ايه؟ بعد 3 ايام ما يكلمش نفسه ومستغرب بقى، انا هوديه مش عارف بلد الوقف في افريقيا، فيعني بيكلم مراته ومراته بيتكلموا بعضهم، هنروح نعمل ايه مش عارفين، قلت له اي اسم، الالتزام كان من الاخ ومراته. تقول لا، بدل ما تروح افريقيا روح على لوس انجلوس. قال ها؟ تروح لوس انجلوس، فرح يعني كان ميتا استيقظ من موته بعد اللي هو الثباب بتاع اهل الكهف دول. واخد بالك؟ اللي بنى الاغاثه الاسلاميه في امريكا ثلاث شباب، امراه وشابين، احدهما 22 سنه والثاني 24 25 سنه، والمراه كانت زوجة واحد فيهم. كان أول مكتب الإغاثة الإسلامية في لوس أنجلوس اللي هي ذا هوليوود، اللي هي اسمه يونيفرسال ستوديو، مش كده برضك؟ اللي هي مش عارف مين ومين، الحاجات اللي بتطلع في السيما دي، عارفها؟ واخد بالك؟ الشباب دول
تعرف كم مرتباتهم قد ايه؟ $1,000، يعني هم على الايه؟ يا دوبك على حافة الفقر التلاتة. تعرف المكتب كان فين؟ قلت لهم اجروا اوضة زيادة في الشقة، انتوا هتاخدوا اوضتين ليكوا انتوا، انت وزوجتك، من حقك يكون عندك غرفتين، تناموا في غرفة وتقعدوا ايه؟ تاكلوا في غرفة، والغرفة التالتة دي المكتب. ندفع احنا اجرة المكتب ده عشان انت تصحى من النوم تخش المكتب، تصحى من النوم تخش الدكان. تعرفوا يا شباب لما جينا نبني اللي هو مكتب الشيشان في 1999، كان الاخ مدير المكتب مع سوري من عندكم، واخد بالك؟ كان بيدرس صيدلة هناك، كان ساكن في اوضة استوديو، هو ومراته بيناموا في الاوضه، وانا انا ضيف. طيب بالليل انا هنام فين؟ ها؟ انا هنام فين انا؟ ما تقول لي. ما فيش صالون. اقول لك استوديو، يقول لي صالون. جاي منين ده؟ جاي منين ده؟ ارفضوه. اقول لك هم هي اوضه النوم، هي الصالون، هي كل حاجه. ثاني. هو استوديو يعني اوضه النوم هي الصالون. ها؟ كنت نايم في الكوريدور اللي هو ما بين المطبخ والحمام والباب. تعال بقى اخدك الشيشان في شهر نوفمبر ونام في الكوريدور، يعني درجه الحراره صفر. والمكتب كان فوق راسي اللي هو حته ديسك كده، كان جنه اللي هي مراته ربنا يديها الصحه، تقعد تترجم بقى من 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 الروسي للانجليزي طول الليل. ما انا قاعد لهم، ما المصيبه اللي هيعرفوا يناموا جوه ولا يعرفوا يناموا بره، وانا قاعد بتفرج على كل حاجه، واخد بالك؟ قعدت هناك اسبوعين على الارض، واخد بالك؟ وده المفروض اللي هو هنا محمد لما يتكلم على القصص دي كلها بيقول لك احنا انا اتربيت كده، واخد بالك؟ لما كنا في رمضان دايما القصة اللي بقولها في كل مكان، اول 6 سنين ما كانش حد فينا بيقضي رمضان مع اولاده، من اول يوم رمضان ليوم العيد وبعد العيد، سواء كان في امريكا او في بريطانيا او في فرنسا او بلجيكا او هولندا او كلنا بره، زوجاتنا واولادنا ما تمتعوش بافطار مع ابوهم هم صغارين، حتى صلاه العيد، حتى لبس العيد. الجيل ده يا اخ ايهاب، الجيل ده هو اللي عمل الفارق، هو اللي عمل الفكر، هو الوضع الثقافه، هو اللي ما زال لغايه دلوقتي بيحاول يحارب لابقاء هذه الثقافه. عشان تبقى هذه الثقافه يبقى انا اخد بيسان ومريم والاخوات هنا هو وكل الشباب دول كلهم، مش انا شخصيا، علشان نقول لهم هكذا صنعت، هكذا بنيت، هكذا بدأنا، علشان على الأقل يكونوا ماشيين على الطريق بإمكانيات مختلفة. أنا مش هقول لهم سيبوا أولادكم لمدة شهر زي ما كنا بنعمل، لكن هيحسوا إنهم لم يقفوا على هذا في هذا الموقف على هذه الأرض من هذه المؤسسة لأنها كده ولدت فجأة. لا، دي بنيت تضحيات وعرق وجهد وبذل اخطاء وانجازات. جزاكم الله خير. بارك الله فيك، اتعبناك واثقلنا عليك. لا انا مش تعبان، ده انا اخذت الطاقه لبكره. في ميزان حسناتك، وابشرك بالجنه. انه الله هذا يقربنا ان شاء الله، نكون اهل الجنه، نكون اهل الجنه. انه جزء من ابنائك او طريقتك في الحياه ماشيين على مسيرتكم. جزء منهم في عيد الاضحى، منهم 4 سنوات، في ناس 5 سنوات ما كانوش يدخلوا بيوتهم في عيد الاضحى، فكانوا عشان هو لسه بيسجل بيداوموا في عيد الاضحى في مناطق الذبح ومناطق الخدمات. في مناطق الذبح ومناطق الخدمات، فلذلك احنا ماشيين على هذه الطريق ان شاء الله رب العالمين، ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا جميعا. الزخم اللي اعطانا اياه الدكتور هو اخذ منا طاقه كليتنا، لكن الطاقه اللي اعطانا اياها بتكفينا كليتنا، يعني هو اخذ منا كليتنا كما قال، لكن الطاقه اللي منحنا اياها الله يجزيه كل خير منحها لكل هذا الفريق، ولن تكفينا ليوم ان شاء الله، بتعطينا لمده اشهر سنوات باذن الله عز وجل. هذا من اللقاءات المميزه التي لا تنسى، ولذلك احنا بده يكون عهد بيننا وبينك
فأجمعنا أن نهديك مصحف الكتاب الله عز وجل القرآن الكريم حتى دائما هو هذا يكون العهد الذي بيننا وبينك تذكرنا فيه ونذكرك فيه إن شاء الله رب العالمين. إخواننا هناخد صورة مع الإدارة بعدين كل الشباب طمعانين ياخذوا معك صورة. فإحنا الكلام ده ببلاش. الله العظيم وسع وسع كده عشان التلفزيون بتاع البي بي سي. وده لنا ده هذا مايك طيب خلاص. الله يجزيكم خير، بارك الله فيك. طب شوفوا يا شباب انا مبسوط اكتر منكم. الله يرضى عليك. كلكم. وانا فرحان اكتر منكم كلكم. الله يجزيكم خير. وانا هعيش ان شاء الله اكتر منكم كلكم. تعرفوا ليه؟ اصور ليه؟ تعرفوا ليه؟ لان انتوا اللي هتكملوا. الله يجزيكم خير. انتوا اللي هتكملوا، انتوا فاكرين الرسول مات صلى الله عليه وسلم؟ ما ماتش. رسالته ما زالت موجودة إلى يوم الدين. فهو يعيش إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على الحوض يقول له أمتي 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 أمتي. هذا قلم حابين يسمون في كل ذكرياتك وكلماتك وكتبك وغيرها. شنو بيكون؟ كتبي كمان؟ السيرة الذاتية كاملة. هي الأقلام مقدمة في الحياة. الله يجزيكم خير. جزاكم الله خير. بدنا ناخذ صورة لمن أحب معك مجموعة هيك كلها مع بعض. خلينا نخليكم قاعدين وأنا أقعد تحققوا في الصوف كده. خلينا خليكم قاعدين لا 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 يقعدوا على الارض لا 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 لا